مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أيام البيت الكبير، رجعنا لكم بعد ويك إند قصير جدا عشان نتكلم على كل الأحداث الرياضية اللي بتحصل في مصر الفترة اللي فاتت، وعلى أخبار وكواليس كتيرة جدا، ويكون معنا ضيوف تقال جدا إن شاء الله بإذن الله. زي ما معودينكم يكون البيت الكبير على قد المسؤولية. مساء الخير يا سهاب. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. حلقة جديدة، حلقة أول الأسبوع من البيت الكبير من 10 لوحدة. بنتمنى أن أنتوا يعني تستمتعوا معنا، منورنا في البيت من خلال طبعا يعني الشاشات. لكن الحقيقة النهاردة طبعا عندنا موضوعات كتيرة جدا هنتكلم فيها، والحقيقة أن احنا لما بنغيب 48 ساعة بيبقى فيه مواضيع كتير، ولازم هنا نقف عند المواضيع اللي ما يعني ما لحقناش نتكلم فيها مع حضراتكم او نبدي راينا فيها. بس قبل ما ندخل في ده، بنفكر حضراتكم ان احنا مستمرين على مدار 3 ساعات. الفقره الاولى هيشرفنا الاستاذ جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي باخبار اليوم، هنتكلم في موضوعات مهمه جدا. وايضا في الفقره الاخيره الحواريه هيشرفنا كابتن محمد حشيش، كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق، وحوار من تراث فريد. هنفتح القديم والجديد الحقيقة مع كابتن محمد. أكيد أكيد طبعا عندنا حاجات كتيرة جدا نتكلم فيها خلال الويك إند اللي حصلت الأيام أكيد. اللي فاتت. لكن قبل ما نخش في أخبارنا لازم طبعا نتكلم عن المشهد الرائع. كان في مشهد رائع وحدث عالمي بكل المقاييس امبارح، حدث على طبعا سفح الأهرامات، والقرعة كاس العالم لكرة اليد. طبعا دي النسخة 27 من البطولة اللي مصر إن شاء الله هتستضيفها السنة اللي جاية في الفترة من 14 يناير لغاية 31 يناير. طبعا أول مرة في تاريخ المسابقة هيشارك فيها 32 فريق. 32 فريق هيكونوا موجودين ضيوف على أرض مصر العظيمة. العبقرية في اختيار المكان والمشهد الأكثر من رائع اللي ظهرت عليه القرعة امبارح، ده دليل ان فعلا مصر هي يعني ام الدنيا فعلا، مش كلام بس. لكن دايما لما يكون في تحديات، وخاصه في الظروف اللي بيمر بيها العالم كله، ان مصر تخرج بهذا الحدث العظيم، وان هذه البطوله تقام على ارض مصر، وان هذا الابهار في القرعه بيفكرنا طبعا بنفس الانجاز ونفس الابهار اللي كانت مصر فيه ايام طبعا قرعه كاس الامم الافريقيه اللي فاتت كانت على ارض مصر، رغم الظروف الصعبه اللي مرت بيها العالم كله، رغم ان كان في وقت ضيق جدا لاقامه البطوله في مصر، لكن ظهرت طبعا عبقريه المصريين، وظهر الانجاز الكبير جدا جدا في استضافه بطوله عالميه. فيعني كل التحيه وكل التقدير لمنظم القرعه امبارح. الصوره كانت اكثر من رائعه، حضر سهام ضيوف كتيره جدا من على كل المستويات، كانت صوره رائعه. واحنا بنتفرج كمان ده بيدل ان شاء الله انها هتكون بطوله قويه جدا. صحيح. البطوله على ارضنا ان شاء الله زي ما المصريين معودينا، بمعنى اصح ان الصوره بتبقى رائعه، والصوره مش بس المصريين بيشوفوها، انا دايما بتكلم على الفيدباك، دايما بتكلم على رؤيه الناس وردود الفعل. الناس اللي بره في اوروبا في امريكا في العالم كله بيتفرجوا على الصوره ديت. ده يعني انا بس بحس بالفخر يعني، وده حقيقة. اللي حصل فعلا يعني، يمكن بايادي مصريه هذا الحدث العبقري العالمي ظهر للدنيا كلها، مش بس لمصر. بطولة كاس العالم، المشهد امبارح فعلا على مستوى التنظيم رائع، تحت سفح الأهرامات اختيار أكتر من رائع. بالتأكيد ده شرف كبير لكل مصري ولكل عربي كمان على فكرة. يعني احنا النهاردة مش بنتكلم عن بطولة عالمية بتستضيفها مصر، لا، احنا كل العالم بيتفرج علينا. ده تحدي بالنسبة لنا، تحدي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. ان شاء الله البطولة كمان تكمل على خير وتظهر بالشكل اللي يليق بينا، ونحقق مركز متقدم في هذه البطولة. امبارح كانت القرعة زي ما احنا قلنا حضور شهد عدد كبير جدا من المسؤولين، كان في مقدمتهم طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمونديال. الحضور لحفل القرعة كان على مستوى عالي جدا، من أول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نتكلم عن 17 وزير يعني هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة طبعا لدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لهذا الحدث الرائع، وأيضا أعضاء مجلس الإدارة بالكامل. عايزة هنا أشير إلى رمز
رمز الحقيقة من رموز الرياضة المصرية، مش بس الكورة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي اختارته اللجنة المنظمة، والكابتن حسن حمدي الحقيقة رئيس النادي أيضا الأهلي السابق، وممثلين بقى ممثلي 29 دولة بنتكلم بعد الحدث العالمي اللي شفناه امبارح من خلال الافتتاح. مش بنتكلم بقى ان احنا يعني بنسرد طبعا ايه اللي حصل امبارح وكذا، لكن ردود الافعال العالميه اللي جت كبيره جدا عن حفل القرعه. العالم كله كان بيتكلم، المواقع الاخباريه العالميه كانت بتتكلم عن مصر وعظمه اليوم ده الحقيقه في تاريخنا. كل النجوم اللي كانوا موجودين في الاحتفاليه دي، ده مش غريب علينا لما يعني بنتحط في المواجهه، لما بنقول هنعمل فعلا بنعمل، وبيبقى المشهد اللي احنا بنشوفه ده. ده حقيقي، وزي ما بقولت لك يا سام، الرياكشن والفيدباك والناس اللي بتشتغل عارفه كده ان الصوره لما بتوصل لبره، وده يمكن هدف كبير جدا جدا حتى من وجود البطوله على ارضنا هنا في مصر، الحدث رياضي كبير جدا، لكن كمان تخيلي عندك 32 دوله موجوده على ارض مصر في شهر يناير، عندك عدد كبير جدا جدا من الصحفيين ووكالات الانباء. صحيح، العالمية على كل يعني خطوه بتتم التنظيم على اعلى مستوى. ان شاء الله انا متاكد كمان تنظيم البطوله هيكون على اعلى مستوى. لكن كمان خلينا نحيي كل الناس اللي عملوا مجهود عشان طبعًا الصوره دي تظهر بشكل جيد. نروح من كره اليد للكره المستديره. النادي الاهلي طبعا انتم عارفين بيستعد بشكل قوي جدا لمباراه بكره امام حرس الحدود، لكن خلينا نتكلم على جزء مهم جدا قبل ما نتكلم على الماتش والتدريبات والنتائج. نتكلم على نقطه مهمه جدا، النقطه تاني اللي هتكلم فيها وافضل اتكلم فيها، يعني النادي الاهلي قلنا انه بيتحارب بشكل معين، في شوشره حواليه على مجلس الاداره على اللاعبين. يمكن الفتره الاخيره اتكلمنا على كهربا، اتكلمنا على جزئين في موضوع كهربا. الجزء الاولاني ان فعلا النادي الاهلي كان في عقاب، كان في تفاهم واضح جدا من اللعيب، لكن اللي بيصير بقى المشاكل، وده اللي اتكلمت عليه وده اللي قلته يمكن من اول ما طلعت على مشكله الكهرباء، يخلي بالكم يا جماعه المشكله مش هتقف عند الحد، لا هتلاقي في ناس بتتكلم، وهتلاقي في فيديوهات بتطلع، وهتلاقي يعني ده المتوقع وده اللي حصل فعلا. وزي ما بقول يعني خلاص لعيبه النادي الاهلي حفظوا القصه، مجلس اداره النادي الاهلي حفظ القصه، جماهير النادي الاهلي اللي فاهمه وواعيه للكلام ده حفظت القصه خلاص. فعايز اقول لك ان كهربا يعني اخطا، دفع العقوبه، اعتذر، وكمان كهربا زي ما بقول لك اللعيبه فاهمه، واللعيبه اللي بتيجي معانا هنا يا سهام كمان بيكلمونا، احنا عارفين القصه ماشيه ازاي، وعارفين قد ايه الحرب النفسيه على مش على مجلس الاداره، لا كمان على اللاعبين، بدايه بقى من صالح جمعه مرورا بكهربا. وخد بالك كهربا ليه وضع خاص، كهربا اتنقل بشكل مميز جدا للنادي الاهلي بعد تحديات كتيره جدا، وهو نجم جماهيري كمان، ونجم جماهيري. التحدي كان كبير جدا ان كهربا يكون موجود في النادي الاهلي، وانت عارفه الكلام ده بين قوسين. فانا زي ما قلت معاكي من اول ما قلت على موضوع كهربا، لا نخلي بالنا ان الامور مش هتقف على كده، لكن كهربا مركز في تدريبه، اللعيبه مركزه في تدريبها، وده دايما اللي بنتكلم فيه. ان شاء الله باذن الله بطوله الدوري هتتحسم قريب جدا ان شاء الله، بكره ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله خطوه على الطريق، وكمان الاستعداد للبطوله الافريقيه، وده الاهم يعني بعيدا عن الشوشره والدوشه اللي احنا متوقعينها، واللي الناس اللي شايفانا عارفه الغرض منها ايه، وان اللعيبه عارفه الغرض منها ايه. وزي ما بقول تاني وتالت ورابع، قافلين على نفسنا، بنبص قدامنا بطوله مهمه جدا، بطوله الدوري، بطوله اهم هي بطوله افريقيا، وده هو النادي الاهلي. بكره ان شاء الله يعني زي ما انت قلت خطوه على الطريق في حسم طبعا مشوار الدوري. لكن هنا برضو يعني اللي عايز اتكلم فيها كابتن هاني، انه الفكره مش كهربا، الفكره ان انت النهارده في حملات ضدك، ضد النادي، وزي ما قلنا يمكن في اكتر برضو من حلقه انه الهدف منها معروف. والغريب برضو يا كابتن هاني انه الناس يعني مركزه جدا مع الاهلي، مع ان في كوارث كتيره جدا بتحصل من او في فرق تاني، وفي يعني يمكن يعني بلاوي بتحصل في انديه تانيه، والناس مش مركزه غير مع الاهلي، ومركزين يمكن مش في الملعب بس، لا مركزين على كل المستويات. زي ما قلنا هانت، عايز اقول كلمه على فكره كمان بس مهمه قبل ما نقول هانت والبطوله، خلاص ال 42 ان شاء الله تحسم في دولاب بطولاتنا، دولاب يعني الاهلي، ان انت النهارده لما بترد انت بتختار التوقيت المناسب اللي بترد فيه،
وبتختار حتى الناس اللي انت يعني بتكون عايز انك ترد عليها. مش اي حد بنرد عليه، بتختار التوقيت وبتختار الظروف المناسبة والطريقة اللي بترد عليها على الناس المشككين، على المغرضين. فعايزين بس نشوف ان شاء الله كهربا هيعمل ايه، هيرد في الملعب. وكلمة أخيرة، اللي بيته من إزاز ما حدفش الناس بالطوب. نروح بقى الفايرل. ده حقيقي. قبل ما نروح الفايرل والتعليقات، أنا كمان بحيي كابتن سيد عبد الحفيظ، عارف يرد بشكل كويس جدا. كل الناس بتعرف ترد في توقيت. لا احنا كمان كل الناس يعني بتعرف زي ما ترد. انت بتقول التوقيت مهم جدا، ولغه الحوار ولغه الرد تكون ازاي. يعني ده اللي عهدناه مع النادي الاهلي، وهنا في قناه النادي الاهلي قلنا دايما هنحاور وهننقد وهنناقش، لكن بمبادئ النادي الاهلي، بلغه النادي الاهلي. يعني هو ده اللي احنا دايما حريصين عليه. يمكن في ناس عايزه تشدك لمرحله ثانيه، عايزه تشدك لحته ثانيه، عايزه تطلع منك الفاظ وتطلع منك كلام وتطلع منك حوار حتى مش يكون بتاعتك. خارج نطاق الاهلي، وده هنحافظ عليه بشكل جيد جدا جدا. وزي ما بقول لك عجبني جدا قبل ما نروح لفايلر والقائمه بتاعه مباراه بكره، رد سيد عبد الحفيظ كان رد قصير بس في الجول يا سيد. نروح لاخبارنا للنادي الاهلي، وطبعا فايلر بيعلن قائمه الفريق ان شاء الله امام حرس الحدود. جاءت قائمه النادي الاهلي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، احمد فتحي، اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، جيراردو، جونيور اجاييه، مروان محسن، ووليد سليمان، واليو باجيو، محمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري. طبعا القائمه رجع فيها طبعا علي معلول بعد الغياب عن مباراه وادي دجله بسبب الاضاف، لكن طبعا على الجانب الاصابات عمرو صليه بيغيب عن المباراه طبعا علشان لسه البرنامج التاهيلي لعمرو لسه ما اكتملش بشكل كبير. ان شاء الله يرجع بالسلامه وكل مصابين النادي الاهلي يرجعوا بالسلامه. طيب نروح لسيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، اللي بيعلن النهارده عن سلبيه تحليل الرابيد تيست. ده طبعا بديل مسحه بتاعت كورونا. النهارده التحليل ده تحليل دم اجراه جميع اللعيبه بالجهاز الفني والاداري امبارح، استعدادا لمواجهه حرس الحدود بكره. الاهلي اجرى هذا التحليل زي ما قلنا امبارح، والحمد لله الامور يعني الطبيه في الاهلي مستقره. وده طبعا ان النادي الاهلي وفرقته باجهزته برضه بجهازه الفني ملتزمين باقصى الاجراءات الاحترازيه المشدده لو فينا نقول. وتم الاتفاق عليها مع برضه اتحاد الكوره زي ما عارفين، واللجنه الطبيه من بدايه المشوار خالص. صحيح. يعني بدايه ما اعلن عن كورونا، وهذه الاجراءات مطبقه في النادي الاهلي بشكل كبير جدا وصارم جدا. صحيح. احنا دلوقتي طبعا لسه مع اخبار النادي الاهلي معانا تقرير نشوف استعداد النادي الاهلي للمباراه المهمه، مهمه جدا امام حرس الحدود بكره ان شاء الله. نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. انهى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ميرانه على ملعب التتش استعدادا لمواجهه حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين في الجوله الثامنه من بطوله الدوري العام. وعقب نهاية الميران أعلن السويسري ريني فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء، حيث بدأ الفريق معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لخوض المباراة التي ستقام باستاد المكس. واشتمل ميران الفريق على بعض النواحي الفنية والخططية التي يسعى من خلالها فايلر لتطبيق طريقة اللعب التي يعتزم تنفيذها بشكل عملي خلال مواجهة الحرس. ويخوض المارد الأحمر لقاء حرس الحدود وهو متربع على قمة جدول الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يملك حرس الحدود 26 نقطة احتل بهم المركز 11. واطمأن المدرب السويسري على جاهزية لاعبيه قبل مواجهة الغد التي تعد هامة في طريق الحفاظ على لقب الدوري وتحقيق الدرع رقم 42 في تاريخ النادي، في ضوء السير بخطى ثابتة نحو الفوز بالبطولة الأغلى لدى عشاق الرداء الأحمر. واستقر ريني فايلر على خطة اللعب التي سيخوض بها لقاء الحدود، خاصة أنه يدرك جيدا رغبة المنافس في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وهو ما جعله يدرس الحدود جيدا لوضع الخطة المناسبة والتي تمكن الأهلي من اقتناص الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 68 كخطوة هامة في طريق الوصول لمنصة التتويج
التي باتت قريبة من المارد الأحمر. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي، بكرة مباراة مهمة جدا وإن شاء الله المكسب للنادي الأهلي. خلينا نتكلم على يمكن صدمة أو خبر كان بالنسبة لي صدمة وخبر غريب جدا جدا جدا، يعني خبر اللي أعلنه مسؤول اتحاد الكورة على الصفحة الرسمية خلال الأيام اللي فاتت، بيقول ضياع كأس الأمم الأفريقية من دولاب بطولات الجبلية. ده الخبر ده تفاعل طبعا أكيد ناس كتيرة جدا جدا، مسؤول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي كتب النهاردة على صفحته الرسمية من خلال التواصل الاجتماعي تويتر، قال تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة، ده الاتحاد الأفريقي بيقول، ويمكن الاتحاد المصري الاعتماد علينا في دعمنا للبحث عن الدرع اللي طبعا لا يقدر بثمن. المشكلة بقى إن كمان كأس الأمم الأفريقية اللي اتسرق أو ضاع كمان عدد كبير جدا جدا من الكؤوس القديمة اللي كانت موجودة في مخازن الاتحاد. قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن كان ليه رد فعل سريع جدا طبعا، لأن الأزمة أزمة كبيرة وخبر كان صادم. قام طبعا بتشكيل لجنة موسعة للتحقيق في قضية توقع طبعا اختفاء الكأس الأمم الأفريقية اللي احتفظت بها مصر مدى الحياة من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب طبعا عدد كبير من الكؤوس والميداليات، كؤوس قديمة اختفت من الاتحاد. قال بالضبط الدكتور أشرف صبحي إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك الواقعة هتصل إن شاء الله اتحاد الكورة خلال ساعات، موضحا طبعا أنه بينتظر حصول على نتائج دقيقة جدا لمعرفة التفاصيل والملابسات طبعا اللي كانت في الواقعة. عايز أقول لك يا سهام، يعني خبر بالنسبة لي خبر يعني هم يبكي وهم يضحك، لأن الموضوع إزاي حاجة زي دي تحصل، نمرة واحد. الحاجة التانية أن العلامة استفهام التانية سام ان الخبر ما طلعش الاول من اتحاد الكوره، لا ده خبر صحفي من الناس، خبر صحفي وبدا بعد كده اتحاد الكوره يعلق، والناس دايما في الشارع بتقول لي يعني هي دي مصر، لا مش هي دي مصر، ابعدوا بس مصر عن الموضوع شويه، ده اهمال. مصر ملهاش دعوه، لان كل مصيبه يقول لك هي اصل ما بنشوفش الكلام ده غير في مصر، لا احنا بنشوف الكلام دوت عشان في اهمال واضح جدا من المسؤولين، في اهمال واضح جدا جدا من القائمين على زي ما بنقول حماية تراثنا. خلي بالك الموضوع مش موضوع كيس ضاع، انت بتتكلم على تاريخ، بتتكلم على قيمة، على قيمة كبيرة جدا لا تقدر بثمن. دي جزء. الجزء الثاني تخيل كمان احنا دايما الدولة بتسعى لان يكون في ثقة في الدولة وان الدولة ماشية بطريق اكتر من رائع، تخيل على الجانب الاخر السمعة، انت بتتكلم الاتحاد الافريقي نفسه بيقول لك يا جماعة احنا عرفنا الكارثة ديت، لو عايزيننا نساعدكم هنبعت لكم وندور معاكم. انا باخد جزئي كمان ان السمعه ان اللي بتوصل، في ناس بتشتغل بشكل اكتر من رائع بتوصل سمعه جيده، لسه بنتكلم على كاس العالم لليد، لكن في كمان افراد وفي اشخاص وفي مسؤولين عندهم لا مبالاه كبيره جدا، مش بتضرهم هم بس لكن بتضر كمان سمعه مصر. فالخبر صعب جدا. اللي انا مستغربان والحاجات دي يعني المفروض يتعامل بيها يعني مزار، يعني المفروض الناس هتدفع فلوس علشان تروح تشوفها، فان انت النهاردة بتعلن ان انت بتدور عليها، واللي قالك ساحت وسياحوها، واللي قالك اصلها معدن فملهاش، الحاجات دي بيتدفع لها فلوس علشان الناس تروح تزورها مش علشان تضيع. في النهاردة اسماء كبيرة جدا حققوا انجازات كبيرة جدا، فمش ده المقابل، مش ده الرد عليهم، مش ده رد عليهم. يعني كمان من الجزء الثاني يعني كمان ردود افعال المسؤولين. خلينا نتكلم بكل امانه، احنا بنتكلم على اللجنه الخماسيه، بنتكلم بتقوم بدور لا باس، والنهارده بداوا يحققوا في بعض الملفات، لكن احنا بنستنى المصيبه وبعدين نبدا نحقق. يعني انا في وجهه نظري دي مصيبه على مستوى السمعه زي ما اتكلمنا، على مستوى القيمه، ما بنتكلمش على فلوس تسيح وتجيب فلوس، لا بنتكلم على تاريخ. احنا كلعيبه واجهزه بنحارب كتير جدا عشان نحتفظ بكاس الامم الافريقيه، وبتعملوا مجهود قد ايه عشان تاخدوا كاس، يعني لازم ناخد الكاس ثلاث مرات ورا بعض، وده طيب. انجاز ما بيحصلش. فانت احتفظت بالكاس، طب الكاس موجوده فين؟ واللي يطلع بقى يقول لك اصل الكابتن احمد حسن عنده الكاس، اصل الكابتن شوقي، واحمد حسن يطلع يقول لك لا مش عندي كاس، يعني تبريرات وكلام غريب جدا. يعني عيب. انا في اعتقادي صوره محزنه. ان شاء الله باذن الله بس الامور تمر بسلام، وان فعلا خلينا نتكلم بكل امانه، لو فعلا بتعمل لجنه وحضرتك بتحقق بشكل ايجابي، نرجو من حضراتكم ان الاجابه تطلع، ان يكون كل واحد اخطا
يكون يظهر في الصورة، لأن احنا متعودين برضو أن في لجنة وفي تحقيقات وفي الآخر الماتشات بتيجي التحقيقات بقى والناس بتنسى والموضوع بينتهي. أرجوك الموضوع دوت موضوع مهم جدا على مستوى على مستوى التاريخ، على مستوى سمعة مصر. فأرجوكوا الناس اللي بتحقق، أرجو من الدكتور أشرف صبحي اللي بيقوم بمجهود أكتر من رائع أن اللجنة ديت تطلع لنا مين المسؤول عن الكلام ده. الموضوع ما يتوهش، والموضوع ما بعد أربع خمس أيام يبدأ يتنسي. فده كمان الأهم، علشان لما يطلع ويتحاسب يبقى في ناس بعد كده يبقى في خوف، يبقى في ناس اللي بتعمل أو مش مسؤولة أو عندها نوع من اللامبالاة، والمقصرين يتحاسبوا. ده التهم دي لا تسقط بالتقادم برضو، يعني ما افتكرش ان هي تسقط، لا، اللي تسبب في ده لازم يحاسب ولازم نعلن عن النتائج فعلا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. خلينا نروح برضو، احنا لسه في اخبار الجبليه النهارده، اتحاد الكوره تلقى خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم، الكلام ده كان من كام يوم علشان يحددوا يوم 31 اغسطس اللي فات للتنبيه على ضرورة أقامة انتخابات الجبلاية، إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة منتخب قبل 30 نوفمبر اللي جاي إن شاء الله. الخطاب ده كان فيه إيه؟ كان فيه تحذير بتوقيع عقوبات على اتحاد الكورة في حال إن يكون في تأخر من قبل اللجنة الخماسية على إنهاء الملفات المطلوبة منهم قبل ما نهاية فترتهم في 30 يونيو تنتهي. وكان الاتحاد الدولي نوفمبر، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن أو كلف اللجنة الخماسية دي يعني بكذا حاجة، كان منها إيه؟ منها إعداد لائحة جديدة، التجهيز لانتخابات انتخابات اتحاد الكورة، أيضا تقليص عدد الجمعية العمومية. كل ده ما تم يعني لم يحسم بعد، لم يتم الانتهاء منه لحد دلوقتي. نص رسالة كمان تحذيرية جه يمكن طبقا للي ورد فيه انه بتحذر من انه الفشل في اتمام هذه المهمة هيكون نتيجته رفع الموضوع للجان المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم علشان هي اللي تاخد الخطوات العقبية اللي بعد كده. كتبت في الآخر: نشكركم لتعاونكم في العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل، ردكم العاجل الموجه لنا. ده طبعا يعني من ضمن الملفات اللي كانت المفروض بيان رسمي. أعتقد كانت اللجنة الخماسية كان ضروري جدا جدا هذه الملفات المهمة، لأنك أنت جاي في مهمة خاصة جدا والمهمة فيها تارجت، التارجت أو أهداف لازم تحقق أهدافك. الله يكون في عونهم في بعض الظروف والدوري وموضوع الجدول الدوري والبار وكل دي مشاكل فرعية. الاتحاد الدولي ما بيبصش للكلام ده، الاتحاد الدولي عندك مهمة محددة وهو جدد لك الثقة أو جدد طبعا توليك المسؤولية لغاية آخر نوفمبر، وبالتالي كان لازم الملفات دي تنتهي بأقصى سرعة علشان يكون في مجلس اتحاد منتخب أو إعلان لانتخابات قائمة قبل يوم 30 نوفمبر. فده كمان بيحط لود أكتر وبيحط مسؤولية أكتر على اللجنة الخماسية. بنقول الله يكون في عونهم، لكن الموضوع محتاج شغل أكتر، الموضوع محتاج تركيز أكتر. فإن شاء الله نتمنى إن شاء الله نشوف لائحة جديدة، نشوف استعداد جدي لانتخابات اتحاد الكرة القادمة. وزي ما احنا شفنا في التقرير إن 30 نوفمبر هو الحد الأقصى للجنة الخماسية قبل ما يرفع الأمر للجهات العليا، الاتحاد الدولي طبعا. إلا مش ناقصين عقوبات، يعني الموضوع مش ناقص عقوبات، فإن شاء الله يعني الأمور تمر بسلام. طبعا في أزمة كبيرة بيمر بيها نادي سموحة، طبعا اتعادل امبارح مع أسوان 3-3 وكان في مشكلة كبيرة. بسبب هذه المشكلة طبعا رحل الكابتن حمادة صدقي عن تدريب الفريق، ترك المهمة طبعا لمجلس الإدارة والمهندس فرج عامر يعني ترشيح مدير فني جديد لنادي سموحة. السؤال هو مين؟ يعني مين بقى اللي هيكون مكان الكابتن حمادة صدقي في الفترة اللي جاية؟ هو في الغالب بعد التقارير بتقول هو واحد من اثنين، يا يعني إما الكابتن مختار طبعا هو المدير الحالي لفريق الإنتاج الحربي، أو الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي المقص دلوقتي. طبعا نادي سموحة بيسابق الزمن شوية لاختيار المدير الفني الجديد. احنا عارفين مسيرة سموحة طبعا في الدوري ما بين مهتزة، يعني الأمور مرة تبقى كويس مرة تبقى وحش، لكن تم الإبقاء. طبعا احنا عارفين الجهاز الفني كان بيضم الكابتن أحمد ناجي، هو مدرب حراس المرمى، كابتن أحمد ناجي موجود،
في الجهاز الجديد، رغم طبعا نادي سموحة نادي كبير، رغم ان الدوري يعني كان عنده في فترات سابقة مع الكابتن حمادة صدقي كمان وصل لمرحلة انه بينافس على الدوري بشكل كبير جدا، لحتى للأسابيع الأخيرة حقق نتائج رائعة. وزي ما بقول حتى الخبر ان الكابتن مختار مختار او الكابتن إيهاب جلال هم المرشحين، فدي في كمان ترشيح للكابتن مجدي عبد العاطي، هم الاثنين مديرين فنيين شغالين، فاعتقد الامور مش هتبقى بالسهوله ديت. لكن عايز اقول ان ملف تغيير مدربين زي ما اتكلمنا فيه هنا في البيت الكبير يا سهام، تاني اهو بنشوف ان النهارده كابتن حماده صدقي عليه تاثير سلبي يعني طبعا بشكل مفيش كبير على اللعيبه. المشكله كمان كابتن حماده صدقي عنده سي في رائع، يعني مدرب كبير جدا، مش بمجرد نتيجة ماتش أو ماتشين يبقى الأمور تمشي بهذه الطريقة. دي يمكن وجهة نظري. الكابتن حمادة صدقي وصل مع سموحة أنه بينافس على الدوري، وصل لنهائي الكاس، والأمور دلوقتي أمور صعبة، يعني كل الناس بتمر بأمور صعبة، فما ينفعش تحدد مستواه أو أداؤه من خلال مباراة يعني خسرت فيها. ده حقيقي. لكن عكس سموحة، مصر المقصة، مصر المقصة يمكن عادت له الثقة مرة تانية بعد ما فاز على الإسماعيلي بأربع أهداف، لكن الأزمات لسه ما انتهتش برضو فيه. مجلس إدارة النادي بيواجه برضو أزمة جديدة خلال الأيام اللي جاية، وده بسبب أنه في شكوى تقدم بيها إيمانويل أمونكي المدير الفني السابق للفريق بسبب أنه ما حصلش على باقي مستحقاته من مصر المقص. أحمد عباس وكيل أعمال النيجيري إيمانويل قال أنه الفريق الفيومي مهدد بخصم 6 نقط من رصيده في الدوري المصري الممتاز، وده بعد ما تقدم الإيمانويل الشكوى دي ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم طبعا سداد باقي مستحقاته المالية. طبعا ده بعد ما فسخ النادي تعاقده معاه. المدرب مصر المقصة السابق كان يمكن ما قبضش 8 شهور تقريبا، يعني لازم ما تسددش راتبه على مدار 8 شهور كان منصوص عليها في عقده مع نادي مصر المقصة. من المتوقع هنا ان يكون في حكم يوم 2 نوفمبر، فلسه مش عارفين يعني هل هترسى على ايه. لكن وكيل المدرب النيجيري شدد انه عطل كافة العروض اللي معروضة دلوقتي ليه خلال الفترة الأخيرة لحد ما تتحل مشكلة الفلوس دي، مشكلته مع المقصة. فأعتقد انه مسؤولي مصر المقصة هيحاولوا يمكن يعني يتوصلوا لاتفاق مع المدرب النيجيري لحل الأزمة دي، خاصة وإنه لو يعني لو تم خصم منك أي نقطة من النهاردة من ناديك فده هيتسبب برضه في أزمة كبيرة جدا في مركز الفريق في الدوري. فأعتقد إحنا في حاجة لكل نقطة، يعني كل نقطة أي فريق محتاج. صحيح ده على مستوى الدوري، ولسه كنا بنتكلم على ملف الأندية المحترفة، إن حتى لو في لو أنت بتقدم والسنة الجاية بتقدم على إنك تبقى نادي محترف، من ضمن شروط الرخصة انك تحصل على رخصة النادي محترف ان ما يكونش فيه اي شكوى، اذا كان ما يكونش فيه شكوى من اي مدرب منها طبعا سداد المحترف. انا في اعتقادي الشخصي الامور هتحل، لان يعني ادارة نادي المقصة ادارة محترمة، يمكن فيه بس يعني اختلاف في وجهات النظر، ممكن يقعدوا مع المدير الفني النيجيري ويتوصلوا بدل 8 شهور يبقى 6 شهور. الامور دي هي بتمشي بالطريقه ديت، لكن اعتقد الامور ان شاء الله هتتحل بشكل كبير. نروح من نادي الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي لسه بيدور على مدير فني بعد رحيل طبعا جوميز وبعد تولي ادهم الصلاحدار المسؤوليه. في مشكله كبيره جدا جدا في نادي الاسماعيلي، الاداره استقرت على شكل كبير جدا يكون المدرب اجنبي. دخلت في مفاوضات كتيرة جدا مع بعض المدربين وعلى رأسهم مع المدرب البرازيلي ريكاردو. ده ريكاردو احنا عارفين كان المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي والمريخ السوداني، المدرب ضمن قائمة المدربين الأجانب اللي بيسعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي للتعاقد معهم في الفترة المقبلة. طبعا يعني مهمة، هتبقى مهمة صعبة، لكن الفريق طبعا يعني مر بظروف صعبة، تغيير مدربين بشكل كبير بعد الفرنسي ديدي جوميز، عرفنا ان المدرب البرازيلي يعني وتولي ادم الاحضار المسؤولية، عرفنا ان المدرب البرازيلي طبعا ريكاردو ابدى ترحيبه للعودة لقيادة الفريق مرة تانية. تدريب نادي الاسماعيلي يعني بعد غياب عدة سنوات، عايزين نقول كمان المدرب حقق نتائج جيدة جدا، حقق مع الدراويش نتائج ايجابية، طبعا كان على رأسها الوصول لمباراة
كلنا فاكرين المباراة الفاصلة مع النادي الأهلي للتحديد بطل الدوري قبل طبعا ما الإسماعيلي يخسر أمام النادي الأهلي 1-0. لكن زي ما بقول ده طبعا كان بهدف كلنا عارفينه، فلافيو أحرز هدف المباراة اللي كانت بتقام على استاد الإسكندرية. لكن عايز أقول تاني ملف المدربين وتغيير المدربين، وفي نقطة كمان عودة المدرب السابق لناديه. يعني في بعض الأندية سهام لما المدرب بيرحل ايا كان عمل نتائج ايجابيه او سلبيه بيكون عندها تحفظ شويه على عوده المدرب، عندهم فكر شويه ان ما ينفعش اجيب مدرب مرتين في مرحله قريبه قصيره. يعني هنشوف طبعا. يعني النادي الاسماعيلي زي ما قلنا بيمر بازمه كبيره جدا على مستوى النتائج، ما فيش شك خسر من الاتحاد وخسر من مصر القصه 4-0. مجلس الاداره بيدور على مدرب اجنبي دلوقتي، في طبعا جهاز فني ولاد الاسماعيلي موجودين دلوقتي على راس الجهاز الفني، انا في اعتقادي ممكن جدا يديهم الثقه. ده وجهه نظر شخصيه، ان ادي ولاد النادي الثقه وادي له السبورت، وهتوفر على نفسك فلوس كتير هتدفع لمدرب اجنبي. بالعكس احنا دايما بنشجع ولادنا ونشجع الصناعه المصريه بمعنى اصح، فليه لا ان ولاد النادي يكونوا مسؤولين، خليك سبورت وراهم، اللعيبه تبقى وراهم ومجلس اداره يبقى وراهم، نكسب مدرب جديد ونكسب اداره مصريه جديده، يعني بعيدا عن الدولارات اللي بتدفع والمدربين الاجانب اللي بيجوا. دي وجهه نظر شخصيه، ولكن طبعا كل التوفيق لمجلس اداره نادي الاسماعيلي واللعيبه وجماهير نادي الاسماعيلي. طيب هنروح للاخبار العالميه وهنبدا من منتخب هولندا. النهارده خلاص بيبحث عن مدير فني برضو بعد ما رحل رونالد كومان لقياده برشلونه. في كلام كتير جدا عن فان خال مدرب المخضرم، وفي يعني في اسماء كتيره جدا، يعني يمكن في اسماء اشتغلت في تشيلسي الانجليزي، في اسماء اشتغلت في برشلونه قبل كده. فنهارده يعني يمكن في اسماء كتيره جدا معروضه، بس احنا لسه برضو مش عارفين قصه المدير الفني دي مشكله. طبعا هو مدرب كبير جدا، لكن ممكن يدوا فرصه لمدرب ناشئ. يعني فان خال من المدربين الكبار على أكيد. على المستوى الهولندي، على مستوى العالم، كان بيدرب البايرن وانديه كبيره جدا. من هولندا نطير على السويد، وطالما جبنا سيره السويد يبقى اكيد ابراهيموفيتش موجود معانا في الخبر النهارده. ابراهيموفيتش بيهاجم طبعا يان اندرسون، ده المدير الفني لمنتخب السويد، بسبب اللاعب الشاب ديان كولوزيفسكي، ده المنتقل طبعا لصفوف يوفنتوس الايطالي. عارفين ان السويد خسرت 1-0 من منتخب اسبانيا في طبعا دوري الامم الاوروبيه. ابراهيموفيتش كان شايف ان سيفسكي يستحق اللعب وانه يبدا المباراه، وده كان نفس رد فعل اللعيب اللي بعد المباراة أو بعد الماتش لما قال ما خدتش فرصة كاملة، بيعبر عن نفسه وبيقول إن أنا ما خدتش فرصة كاملة. إبراهيموفيتش قال على تويتر يا لها من مسحة سخيفة، دليل آخر على عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب مما يتسبب في تعثر الكرة السويدية. ده طبعا هجوم إبراهيموفيتش على مدرب منتخب السويد. نثير للجدل ويحب يكون له شخصية كاريزماتية، يعني ملوش حل الحقيقة. رونالدو يا جماعة، رونالدو خلاص يعني يمكن اقترب من العودة بعد ما كان يمكن مصاب وغاب عن أولى مباريات منتخب بلده في دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا. فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قال في تصريحات لي قبل كده في الصحافة أن رونالدو بدأ يتدرب بشكل كويس، وأنه من حيث المبدأ هيكون موجود مع الفريق في السويد استعدادا للمباراة. طبعا إصابة رونالدو كانت عبارة عن التهاب في يعني إصبع بالقدم اليمنى. العامل البدني يمكن يجبر ساوث جيت على تشكيل جديد طبعا قدام الدنمارك ورونالدو يعني يمكن برضو لعب مش هيتكرر تاني، مش هيتكرر كتير يعني غيابه طبعا خاصة على المنتخب البرتغالي اكيد بيأثر بشكل سلبي. لكن ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي كمان كان عنده بعض المشاكل، يعني عنده مشكلة اعلن عنها في اختيار تشكيل مباراته اللي جاية قدام منتخب الدنمارك بسبب العامل البدني. قال ساوث جيت انه فكرة التبديلات الخمسة اللي هي بتحصل في البريمير ليج، ماتشات البريمير ليج في تغييرات خمسة هتساعده في
حل الأزمة ديت، حل المستوى البدني للاعبين، لكن الاتحاد الأوروبي منع دوت، منع الخمس تغييرات في بطولة أمم أوروبا، ورجع تاني للقاعدة الأساسية بسماح بثلاث لاعبين فقط للتبديل. طبعا ساوث جيت مدرب انجلترا قال انه هيعمل على تقييم مختلف وطريقة مختلفة في المباراة اللي جاية بسبب العامل البدني، وعامل عوامل أخرى كتيرة جدا جدا بتعطله عن الظهور بمستوى لائق للمنتخب الإنجليزي. وإحنا يمكن اتكلمنا وقلنا الخمس تبديلات في المنتخب في البريمير ليج يمكن السنة الجاية ممكن تكون موجودة أو مش موجودة، لسه عليها علامة استفهام، لكن ساوث جيت بيشتكي من الحالة البدنية لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، وقال إن الخمس تغييرات بتساعده لكن ده مش هيساعده في بطولة الأمم الأوروبية. الاتحاد الأوروبي قال لأ، أنا هما القاعدة اللي احنا بدأنا بيها ان هو ثلاث تغييرات فقط في أثناء المباراة. هنشوف طبعا المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الدنماركي مباراة قوية جدا، هنشوف ساوث جيت هيقدم فيها ايه. طيب نروح طبعا الأخبار مستمرة ومع تعاقدات برشلونة خلاص المنتظرة في وسط الجدل الكبير اللي بيعيشه يمكن النادي دلوقتي مع أو بعد ما استمرار ميسي وعدم رحيله، كمان وجود رونالدو، رونالد كومان مدير فني بجهاز جديد عنده طموحات أكيد كبيرة. التقارير الصحفية النهاردة بتتكلم عن أن برشلونة رصد من 50 ل 55 مليون يورو علشان يتعاقد مع الثنائي الدولي الهولندي ممفيس من ليون الفرنسي وفينالدوم من ليفربول الإنجليزي، وبناء على رغبة من كومان نفسه. زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده هيكون في اشاعات كتير جدا، اخبار كتير عن ضم لعيبه هولنديين لبرشلونه بحكم طبعا وجود كومان مدير فني للفريق، فلسه برضو هذه الاسماء لم تحسم. وملف برشلونه مفتوح من حيث مشاكل كومان وعوده او بقاء ميسي او كمان الاستراتيجيه او التارجت الجديد للاداره، مشاكل ميسي مع رئيس النادي، كلها مشاكل كبيره جدا جدا لسوء حظ طبعا كومان انه بيواجه هذه المشاكل بعد رحيله عن المنتخب الهولندي. خلينا نقول ان دايما الشركات الكبيره والمؤسسات العظيمه والمشاريع العظمى دايما بتبدا بفكره، واسطورتنا النهارده هو بدا بفكره. يعني هنسيب بقى الاخبار العالميه، هنروح للفقرة المميزة وأسطورتنا. أسطورتنا النهاردة هنتكلم عن عمر لطفي بيك، ده صاحب الفكرة، فكرة تأسيس النادي الأهلي، فكرة تأسيس هذه المنظمة العظيمة الكبيرة، واحد من الرموز المهمة جدا جدا للنادي الأهلي. زي ما قلت لكم صاحب فكرة، ودايما المؤسسات الكبيرة والمشاريع الكبيرة دايما لما تسألي بتبدأ بفكرة، والنهاردة طبعا معانا أسطورة النادي الأهلي عمر لطفي بيك، فكرة تأسيس النادي. دي حقيقة عمر لطفي بيك يمكن كان أحد رواد الحركة التعاونية في العالم مش بس في مصر، وده يمكن أو دي كانت فكرة إنشاء النادي الأهلي، يمكن بعث يعني منبعثة من الوطنية خلينا نقول. تعالوا نشوف تقرير عن عمر لطفي بيك أسطورة أهلوية معانا النهاردة في البيت الكبير، وبعد التقرير هنروح لفاصل والفقرة الأولى كابتن هاني أستاذ جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي بأخبار اليوم. تفضل. عمر لطفي بيك محامي وحقوقي مصري، ولد عام 1867 بمدينة الإسكندرية، وهو صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي. ولدت الفكرة في ذهنه عندما كان يشغل منصب رئيس نادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 1905، وكان هدف عمر لطفي بيك تأسيس ناد رياضي يجمع طلبة المدارس من أجل إعدادهم لتقلد مكان في طليعة شباب الوطن الباحثين عن تحرر مصر من الاستعمار، وكان لابد من مكان يضم الطلبة بعد تخرجهم لتمضية أوقات الفراغ وممارسة الرياضة، وحتى لا ينقطع عمر لطفي عن الاتصال بهم عند حاجة الوطن إليهم. فكانت فكرة إنشاء النادي الأهلي باعثها الوطنية والكرامة، وآمن بها رجال أوفياء للوطن. اجتمع عمر لطفي بمجموعة من الوطنيين المصريين وعرض عليهم فكرة تأسيس النادي الأهلي،
منهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل وعميد كلية دار العلوم ومجموعة من وزراء مصر ومحافظيها ومديري أقاليمها من الشمال للجنوب وعدد من شيوخ الأزهر، وأجمع هؤلاء على إنشاء النادي. وبالفعل أنشئ النادي الأهلي عام 1907، وهو أول ناد للمصريين في مصر. وأعطى عمر لطفي المثال الأول في النادي الأهلي لإنكار الذات، وتنازل عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزي ميتشل أنس الذي كان يعمل مستشارا بوزارة المالية آنذاك، وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي. التحق عمر لطفي بمدرسة الحقوق وتخرج منها عام 1886، وتدرج في المناصب ونبغ واشتهر في فترة وجيزة، وعمل أولا في قلم قضايا الحكومة، ثم في مكتب محاماة سعد باشا زغلول، ثم قاضيا بمحكمة قنا، إلا أنه فضل الاستمرار في مجال التعليم. وبعد فترة أصبح وكيلا لمدرسة الحقوق وعمره 38 عاما، ثم بعد ذلك ترك مدرسة الحقوق وعاد للعمل في مجال القضاء، وافتتح مكتبا للمحاماة، وظل يعمل محاميا إلى أن رحل إلى جوار ربه في 14 من نوفمبر عام 1911 بالقاهرة عن عمر يناهز 44 عاما. رحم الله عمر لطفي بيك صاحب فكرة إنشاء النادي الأهلي أعظم ناد في الكون. اهلا بحضراتكم. بعد طبعا الفقره الثانيه مشرفنا الاستاذ جمال الزهيري، طبعا مشرفنا عشان هنفتح الملفات، لكن يعني خلينا نتكلم الملف الكبير. طبعا الحدث الكبير ان شاء الله اللي هيكون في يناير كاس العالم لكره اليد، لكن هنناقش. اهلا اولا، اهلا بك، برحب بحضرتك. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا هنتكلم طبعا على يعني كره اليد بشكل مكثف، هو ده الحدث يعني الحدث الابرز دلوقتي. لكن برضو سريعا هاخد رايك في نقطتين. طبعا النقطه الاولى موضوع اكيد سرقه الكاس او اختفاء، بلاش نقول كلمه سرقه، اختفاء ضياع الكاس الامم الافريقيه وميداليات وكؤوس قديمه. تمام. حضرتك يعني قناه ناقد كبير، شفت الموضوع ده ازاي؟ والله انا الحقيقه يعني انا الخبر ده اعلن او جه رد من اتحاد الكوره يوم الجمعه بعد الساعه 3-4، يعني تقريبا توقيته انا كنا في الوقت ده كلنا مشغولين في الاستعداد لتاني يوم قرعه بطوله العالم لكره اليد اللي هتقام في مصر ان شاء الله. فالحقيقه استغربت من التوقيت، لان اذا كانت هذه الكؤوس او بعضها ضاعت في 2013 فالوضع مختلف. يعني 2013 كان عندنا انفلات امني، كان عندنا وحريقة وطيارات وتوجهات. صحيح. وحاجات كده. فالتوقيت نفسه صعب قوي ان انت تعلن بعد شوف كام سنة، 7 سنين، انه الكؤوس دي مش موجودة. طيب خلال ال7 سنين اللي فاتوا، أبسط الأمور لو كان اتحاد الكرة سأل المسؤولين، وده اللي قاله برضو على فكرة اللي هو ثروت سويلم، قال لك احنا ماشيين كان موجود يعني، يعني قبل ما يمشي كان موجود. أو حتى كابتن هاني لو ما كانش موجود يبقى ما كانش موجود في كاس معينة أو اختفت، يعني اختفت أثناء الحريقة مثلا. إنما خلال الفترة دي كلها إيه اللي فكرنا يعني انك تعلن هذا الخبر؟ انا شايف ان المفاجاه في اعلان الخبر في التوقيت ده، اعلان الخبر نفسه. طبعا، لانه الموضوع شبه معلوم بالنسبه لنا كلنا او بالنسبه للناس كلها، بس الحقيقه عمل رد فعل وضجه مش حلوه ابدا. يعني عارف يا كابتن، بيدي انطباع يعني انت الدوله تقوم بكل شيء لاقرار الامن و تحسين صورة البلد والسياحة والكلام ده، فلما يطلع خبر بهذا الشكل أنا الحقيقة صدمت. ليه؟ لأنه
مش حادث لسه واقع امبارح، يعني مش يوم الجمعه اكتشفوا انه في كذا. هم كانوا بيحضروا، بيقولوا انهم كانوا بيحضروا بشكل ممر اخر مش يعني اللي هو دولاب بطوله، يعني بطولة او متحف زي ما يعني متحف، يعني متحف صغير بيتحط فيه طبعا زي اي اتحاد في العالم ببطولاته وكاساته وميدالياتك وكل دوت. فيمكن انا بتفق مع حضرتك ان التوقيت كان غريب شويه. كانوا يقدروا الكابتن هاني يسالوا قبل ما يعلنوا هذا الكلام، وان هم لان صيغه الخبر اللي طلعت من الاتحاد بتقول لغز، يعني الاتحاد المصري لكرة القدم يبحث عن السبب في ضياع الكؤوس التي فاز بها. تمام، يعني خبر كبير جدا طبعا. والله بجد يعني انا يعني اتخضيت لدرجة ان كل وسائل الاعلام العربية اللي هي حتى لها مكاتب في القاهرة ابتدوا يتصلوا بينا ويسألونا يا جماعة في ايه وده حصل امتى. ف 100% ان هما كان المسؤولين في اتحاد الكوره او الموظفين الكبار يعني يقدروا يسالوا داخل الاتحاد، لانه انت النهارده لما تيجي تقول لي ان الكاس ده مكتوب قدامه ان احمد حسن نقطتين واحمد حسن، يعني انت بتلاقي ان هو اللي استلمه. ايوه بس هو هل من الطبيعي ان في طبعا احمد حسن لعيب كبير لا وهو هيستلمه كده هياخده ويمشي يعني لازم يستلمه طبعا حضرتك. انا لو روح بالبيت مثلا بالظبط، وانا لو رايح استلم الكاس هسلمه لك بورقه وهتسلمه لي تاني بورقه. ما ينفعش انه ايه تكتب قدامه بس كلمتين كده انه الكاس ده طرف جمال مثلا او طرف كابتن هاني. اصل ما ينفعش يا استاذ جمال يكتب حتى مهما كان اسم ده بيعتبر تراث للبلد، وده بالزبط بيعتبر بالزبط ملك بالزبط. مش هقول بقى ملك الاتحاد الكوره، ده ملك البلد. لا هو ملك للناس كمان يعني للجماهير طبيعي. فده دي حاجه صعبه جدا، وانا شايف موقف غريب. والخبر صدمني بشكل اخر، واللي صدمني اكتر كمان زي ما حضرتك بتقول ان كمان على مستوى السمعه شويه. انت بتتكلم الاتحاد الافريقي بعت لك دلوقتي بيقول بما معناه كده طبعا الخبر اساعدك يعني اساعدك واجي ادور معاك وبتاع. الموضوع هو في الاول وفي الاخر لا يقلل من ان مصر هي طبعا صاحبه البطولات، التاريخ مكتوب يعني يعني مش معنى انه ضياع كاس ان البطوله في حادث معين. يعني كان في حادثه وفي محضر شرطه بهذا الامر، وفي اليوم ده تحديدا اللي هو 9 مارس اظن 2013 كان في ظل الانفلات الامني الموجود تم كمان الاعتداء على نادي الشرطه اللي هو في الشارع بتاع الجبلايه في نفس مزبوط المكان مزبوط. فهي الفكره كلها انه ده لا يقلل من انك انت بطل افريقيا، يعني هي بس اعلان الخبر كان ينقصه بعض الكياسه. ويعني قبل ما اعلن اكون انا عندي معلومه وعملت تحقيقي وشفت واقول ده وجهه نظري يعني. طيب نخرج من الملف ده وناخد سريعا برضو تعليق حضرتك على هقول مش تهديد الفيفا بمعنى صح ان هو دلوقتي لازم يعني الانتخابات وان اللجنه الخماسيه قبل 30 نوفمبر يعني اللجنه الخماسيه عندها ملفات والملفات دي ما خلصتش، فقالوا لهم خلاص احنا اديناكم فرصه لغايه 30 نوفمبر لو الملفات دي ما خلصتش احنا طبعا الفيفا هيبقى فيه اجراءات وفي عقوبات رسميه يعني. امر طبيعي لانه اصلا المده اللي كان معين فيها اللجنه مده سنه، لم يتم خلال السنه انجاز الملفات المطلوبه، وبالتالي تم تجديد او تمديد بالظبط 4 شهور على اساس انه يتم انجاز هذه الامور. فاعتقد انه اجراء طبيعي من الفيفا ان هو يتابع الملف ده، وبالفعل يعني يمكن افضل حاجه ان هو حدد ميعاد، يعني ان هو حدد ديدلاين يعني اشتغل انت بقى في هذا الاطار، لانه فعلا ما ينفعش ان هو يجدد له تاني. يعني الفيفا مش هيجدد تاني للجنه الخماسيه، وبالتالي هو عاوز ينجز الاشياء المطلوبه خلال الفتره المحدده يعني. وخلال السنه اللي فاتت ديت كان برضو في ملفات كتيره جدا، اعتقد برضو اللجنه الخماسيه كان عندها ملفات كتير وظروف صعبه كتير فما قدرتش، لكن نتمنى طبعا ان الامور تمشي في هذا الاطار. يعني احنا محتاجينها، احنا كمان الكره المصريه محتاجه ده. احنا محتاجين كمان ايه؟ انه ما نبقاش بنشتغل بالتوالي،
يعني اخلص ملف اقعد فيه 5 شهور وبعدين اشتغل في ملف تاني. اشتغل بالتوازي. اشتغل بالتوازي. يعني انا عندي كذا ملف وعندي كذا عضو وعندي كذا موظف يكلف كل عضو في اللجنه بانه يعمل ملف معين. يعني مش صعبه، يعني اعتقد انها مش صعبه، وخصوصا انه المجموعه اللي جت في اللجنه مش من حقهم او هم مش بيفكروا ان هم ينزلوا انتخابات على الاقل في الفتره اللي جايه. وكمان يعني اصل محمد، افتكر محمد فضل قال الكلام ده افتكر من اكتر من شهر ان هو احنا خلاص جاهزين واللائحه جاهزه اوكي بقى والدنيا جاهزه بقى. طب الخطوه بقى الجايه اعلن اللائحه عشان الناس تحضر كمان نفسها بالزبط. ويبقى الامور واضحه بالناس اللي بره. وبرده يا ريت يعلنوا ليه عشان ما يبقاش في فرصه للاجتهادات. يعني انا بلاحظ انه كل شويه تسريب خبر ليه؟ البالونه اللي حضرتك دايما بتتكلم عليها، البالونات عليه. تشوف انت بقى رد فعل الناس ايه وهيقولوا ايه. لا انتوا كلجنه، احنا بقول لك بنحترم يا كابتن هاني اللجنه دي طبعاً جدا طبعا بكل اعضائها ابتداء من الاستاذ عمرو الجنايني وجميع الاعضاء مظبوط، وواثقين ان هم يقدروا ينجزوا الاعمال المطلوبه منهم، لان احنا المفروض يبقى عندنا فيما بعد خطوات بقى اسرع شويه، اكثر سرعه وتقدما. يعني انت عايز ربط دوري محترفين، عايز كذا، يعني في ربطه الانديه بالظبط، في كذا كذا امر. يعني اعتقد ان هم كانوا يقدروا يعملوه اكتر من اي حد تاني. اتمنى لهم التوفيق طبعا، يعني ان شاء الله باذن الله الامور، مش عايزين عقوبات باذن الله، يعني ربنا يوفقهم طبعا. لكن خلينا نتكلم على الحدث يمكن اللي يمكن الاكبر دلوقتي والشكل الرائع اللي ظهر بيه طبعا حفل قرعه كاس العالم اليد ان شاء الله اللي هتقام في يناير من 14 يناير ل 31 يناير في مصر. طبعا مبدئيا الكلام عن تنظيم او التنظيم الجيد من جانب مصر اعتقد انه هيبقى كلام في اطار التكرار والاعاده. ده حقيقي. ليه بقى؟ لانه احنا نجحنا خلال السنوات الاخيره في تقديم صورة أكثر من رائعة في أكثر من إيفنت أو مناسبة، وبالتالي الشكل اللي احنا شفناه برضو كان في اللي هو يوم السبت، يعني كان في توقع ان احنا هنعمل ده بشكل كويس، إخراج كويس، المكان طبعا عبقري ومش موجود في أي حتة، فطبيعي ان انت لما تعمل إيفنت الخلفية بتاعته الأهرامات فأنت بتبقى تقريبا كسبت كده 70%. ده حقيقي. يعني الصورة الواحدة بس 70-80% من مزبوط. النجاح ان انت عندك هذا المكان وبتقدر تستخدمه بشكل كويس. طبعا إضافة لاهتمام الدولة بهذا الحضور، اللجنة المنظمة نفسها او اللجنة المسؤولة عن القرعة والكلام ده فيها اكثر من عدد كبير من الوزراء، وبالتالي ده بيسهل عملية التواصل وتوفير كافة الإمكانيات. يعني هتلاقي وزير السياحة موجود، هتلاقي وزير الشباب والرياضة، هتلاقي رئيس الوزراء نفسه موجود. يعني هو كده، وبرضه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا أكيد. فهي القصة كلها ماشية بقرار زي ما قلنا لو تفتكر في كاس الأمم الأفريقية. ليه احنا نجحنا في تنظيم كاس الأمم؟ لانه الدوله اتحركت من اجل هذا الموضوع. فحتى المشاكل اللي كانت عندك في الملاعب والمنشات والكلام ده في زمن قياسي طبعا، في زمن قياسي 4 شهور او 3 شهور تحقيق. وطلعت يعني من اجمل البطولات صحيح، على مستوى القرعه، على مستوى التنظيم بالظبط. كان ناقص لنا بس الكاس يعني ما تفكرنيش. معلش بس احنا برضو الحمد لله ان احنا نجحنا. ده حقيقي. في او زي ما بيقولوا كسبنا، مش مبالغه على فكره، كسبنا كاس التنظيم في الوقت القياسي ده. وبعدين الاخوه الجزائريين يعني لما يكسبوا يعني البطوله اخواتنا طبعا، اي حد يكسب طبعا على ارض مصر طبعاً كفايه طبعاً. برضو ان الناس فعلا حتى وسائل الاعلام على جميع المستويات بعد البطوله قال تنظيم ولا اروع، وكان عندنا احنا فخر كمان بالتنظيم دوت. كنا نتمنى اكيد ان احنا الكاس تبقى كانت هتكتمل بقى بالظبط، الصوره كانت باللقب دي حاجه تانية. نتمنى يعني بقى ده ان شاء الله في كره اليد باذن الله. باذن الله. احنا عارفين طبعا
رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد طبعا الدكتور ده حكايه بقى دكتور حسن مصطفى طبعا وده دليل وانت تاكد لي الكلام ده ان كره اليد في مصر بالرغم انها ما وصلتش لشعبيه كره القدم لكن من الالعاب اللي الناس دايما بتقول لا احنا عندنا ابطال في كره اليد يعني على مر السنين اللي طبعا فات. وهي فعلا الانطلاقه دي بدات لما كان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد المصري اتعمل حاجه كويسه قوي في حتى في نظام المسابقه ربط النتائج بتاعه الفريق المرتبط اللي هو الفريق الاول ده في الدوري مع فريق الشباب الفريق الثاني الفريق الثاني فكان في اهتمام ايامها كبير جدا باللعبه ولو تفتكر برضو يا كابتن هاني يمكن انا عصرتها شويه كان الباسكت بول او السله هي اللعبه الثانيه بعد كرة القدم يعني ممكن تبقى الباسكت بول او الفولي مثلا كرة اليد وصلت لمرحلة انه بقى لها شعبية والشعبية على فكرة بتيجي من الانجازات او البطولات اللي بتتحقق يعني هي دي اللي بتخلي الناس تهتم باللعبة ووصلنا لمراحل برضو على مستوى كرة اليد ان انت من السبعة او الستة الكبار على مستوى العالم شيء طبعا نتيجه يعني وخاصه ان في فرق كبيره ومنتخبات كبيره على مستوى عالي جدا انت كنت بقى بتناطح هذه الفرق وبتلعب معاهم عامله زي لما وصلت انت برضو في كره القدم لبقيه الثامن على مستوى العالم في التصنيف العالمي العالمي ده برضو كان انجاز ليه ده بيكون نتاج لتواصل الاجيال واهتمام اداري باللعبه فده في حد ذاته أنا شايف أنه حتى الدكتور حسن مصطفى بعد ما بقى رئيس الاتحاد الدولي وما شاء الله يعني سيطر واستقر يعني بنتمنى له التوفيق ده مش جاي من فراغ لأنه عقلية منظمة وعلى فكرة ما بيخافش من المواجهات دكتور حسن مصطفى معروف أنه هو يعني في الحق ما وده من اسباب نجاحه بدون شك يعني لانه هو تعامل برضو بالعقليه شويه انت يعني ادرى مننا بالعقليه الاوروبيه في ان هو يقول راي ما يجاملش طالما هذا الراي في المصلحه يعني المصلحه العامه حضرتك اتكلمت على شخصيات كبيره جدا وزراء ورئيس وزراء مصر بنفسه كان موجود نيابه طبعا عن سياده الرئيس كمان كان موجود كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي بالظبط ده بيدل برضه على قيمه النادي الاهلي ده بيدل ان قامات النادي الاهلي على المستوى الرياضي وعلى مستوى تقدير المسؤولين وجود رئيس النادي الحالي ورئيس النادي السابق ده كمان ده دليل واضح يعني شوف كل بطوله يا كابتن هاني بيبقى لها ضيوف شرف اللي هم ايه الشخصيات اللي هي ممكن تعمل جذب جماهيري لمشاهدة القرعة أو مشاهدة الاحتفالية أو مشاهدة البطولة نفسها لأن هما الاثنين كابتن حسن أو كابتن محمود الخطيب هما نجوم كرة قدم ومع ذلك تم الاستعانة بيهم وده ما يزعلش يعني أنا بشوف لا يعني أنا مثلا لا أنا أنا مثلا لما أبقى حتى لو أنا أكبر صحفي في العالم مثلا وما تعزمتش كضيف شرف ده ما يزعلش حد يعني المفروض ما يزعلنيش يعني انت هنا مستضيف كابتن حسن وكابتن الخطيب باعتبارهم ضيوف شرف بالظبط هما مش لعيبه كره يد لكن هما نجوم في مجال كره القدم وبالتالي لما الدكتور حسن يتوجه اليهم بدعوه شخصيه حتى لو مش من خلال الاتحاد الدولي هو بعيدا عن كره القدم هم فعلا يعني بيمثلوا قامه رياضيه كبيره بالزبط. يعني هو الناس بتبص لها مش منطق كره يد ولا طايره ولا سباحه انت بتتكلم على قيمه رياضيه كبيره طب ما انت جايب الفنان عمر خيرت ده قيمه فنيه كبيره مظبوط ما انت جايبه كقيمه فنيه صحيح. وبتقدمه للعالم على ان ده قيمه فنيه انت بتفخر بيها طب معانا احنا قيمه فنيه برضو على مستوى كره اليد معانا الكابتن طبعا سامح عبد الوارث ده طبعا لاعب النادي الاهلي
واعتقد من اللعيبه المميزين جدا، من النجوم الكبار، من النجوم الكبار جداً واللي احترفوا. كانوا بنتكلم على احتراف في كره القدم، لا كابتن سامح احترف اعتقد في باريس سان جيرمان، كان من افضل الفرق على مستوى اوروبا على مستوى العالم قدر يحترف فيه. معانا دلوقتي على التليفون كابتن سامح. مساء الخير. مساء الخير. مساء الفل. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ اهلا بيك كابتن. الله يخليك. الحمد لله. اهلا بيك. طبعا اكيد متابع يعني قرعه كاس العالم لليد ان شاء الله، البطوله اللي هتقام على ارض مصر في الفتره من 14 يناير ل 31 يناير. شايف اولا، مش هكلمك دلوقتي فنيا لكن هكلمك على الصوره اللي وصلتك حضرتك. اعتقد دلوقتي انت في باريس مظبوط؟ انا في باريس. الصوره شفتها ازاي؟ يعني الصوره وصلتك ازاي بالنسبه لحفل القرعه اللي حصل امبارح طبعا على سفح الاهرامات؟ طبعا بصراحه حاجه تشرف جدا بصراحه الناس المسؤولين والبلد، يعني حاجه فعلا انا فخور جدا بحفل اختيار القرعه والفرق. كانت حاجه مشرفه جدا جدا جدا، يعني يمكن من احسن الاحتفاليات اللي انا شفتها على مدار، مثلا انا لعبت كتير كاس عالم، لعبت تقريبا 5 كاس عالم ما شاء الله، من احسن الاحتفاليات اللي انا شفتها، وانا فخور جدا فعلا بالاحتفال. وان شاء الله يعني كمان هذا الفخر ان شاء الله ينعكس على اداء المنتخب ان شاء الله المصري في البطوله نفسها. برضو رايك الفني، احنا عارفين ان اول مره بيشارك. ان شاء الله الولاد كويسين جدا، وفيهم خامات كويسه، وفيهم كمان لعيبه صغيرين لسه طالعين قدامهم مستقبل كبير، وفعلا بيلعبوا هاندبول كويس، وان شاء الله يعني يعملوا يحققوا حاجه. يعني احنا بنقول، احنا على طول لما بنيجي نبص المركز الاول، بس ان شاء الله باذن الله، لان هو يعني طبعا في خلال الجو الكورونا واللي احنا فيه، فشويه يعني مش قادرين يوصلوا المستوى اللي انا اخر مره شفتهم اتفرجت عليهم، يعني لسه في شويه اندماج وشويه حاجات فنيه محتاجينها كتيره. اكيد طبعا النواحي الفنيه بتفرق جدا والبدنيه، لكن خلينا نتكلم ان كمان عدد الفرق وصل ل 32 فريق، يمكن ده اول مره في تاريخ البطوله ان عدد كبير من الفرق تشارك. عندنا 8 مجموعات، كل مجموعه اربع فرق لغايه دلوقتي، يعني مجموعه مصر فيها السويد والتشيك، وكمان لسه فرقه اعتقد من امريكا، بطل امريكا الجنوبيه. بطل امريكا الجنوبيه. فرص حضرتك شايف فرص مصر ازاي؟ يعني حتى لو قلنا دي المجموعه، فرص مصر موجوده ازاي؟ لا، فرص مصر تقريبا فرصه كبيره جدا، يعني ان شاء الله تاخد اول مجموعه، يعني اذا لان احنا لعبنا السويد قبل كده وكسبناها، يعني برضو مظبوط. السويد من الفرق القويه على مستوى العالمي. الفرق نمره واحد يعني عالميا، ففرصه مصر كبيره ان هي تبقى اول مجموعه ان شاء الله، وهو ده المفروض ان الولاد يحطوا دي قدام عينيهم. يعني لا، ما فيش شك طبعا الهدف ده واضح، وخاصه البطوله بتتلعب على ارضك. بس خلينا نتكلم كمان ان الناس لازم تفهم ان البطوله مش سهله. البطوله على ارضنا، وفي ان شاء الله كمان يعني نتمنى لغايه يناير يكون في دخول جماهير، لان انت عارف طبعا الجماهير بتدي دافع كبير جدا للولاد، وخاصه في الصلاه. استاذ جمال طبعاً. في الصلاه المغلقه بيكون صوت الجماهير طبعاً مؤثر طبعاً جدا. الجمهور يعني الجمهور عامل كبير طبعا. لعيب مننا لما ينزل، وحضرتك طبعا عارف ان الجمهور هو يعني حاجه بتخلي زي ما بنقول ايه، حجر ينطل، بتطلع القوه السادسه للعيب. يعني حضرتك كابتن سامح 5 كاس عالم مظبوط؟ طيب ذكرياتك بقى في كاس العالم اعتقد بتبقى ذكريات يعني اكيد ليها كواليس كتير، وانك تلعب كاس العالم وانت بتلعب في يمكن في اعلى ليفل في مستوى كره اليد، يعني قول لنا برضو كواليس، قول لنا يعني كاس ايه الكاس العالم اللي انت كنت بتشارك فيه، كان ليه ذكرى معينه ولغايه دلوقتي بتتذكر هذا الحدث؟ يعني هو كان في الماتش اللي حققت فيه اللي هو الريكورد بتاع ال 15 جون في المباراه، هو ده يمكن كنا بنلعب في السويد في ستوكهولم،
ده المباراة دي كانت مع منتخب رومانيا، ومنتخب رومانيا ده كان تقريبا من أقوى الفرق في العالم ومصنف نمرة واحد. كنا نازلين المباراة دي يعني احنا بصراحة يعني نازلين يعني ماتش كبير بالنسبة لنا. الحمد لله يعني أكتر ماتش يعني أنا الحمد لله يمكن ده اللي مقصر يعني قريب قوي يعني ليا ان انا عملت 15 هدف في مباراه واحده، ده ريكورد على مستوى العالم. يمكن لسه اتكسر من فتره قليله اعتقد في لاعب يعني الاعداد برضو يقول لي احرز 18 هدف لسه. طب الحمد لله يا رب ان شاء الله ما حد يكسره، غير برضو ان شاء الله يكون لاعب مصري يعني عشان ما نبعدش بعيد يعني. لا ان شاء الله يكون لاعب مصري طبعا ان شاء الله. كابتن حضرتك يمكن اتفضل. انا كنت هسالك، كان المدرب في الخمسه كاس عالم كان كلهم مدربين اجانب المنتخب المصري تحت قياده اجنبيه؟ لا، كان الكاس العالم ده اللي انا بكلمك عليه كان بقياده كابتن عاصم السعداني ودكتور كريم مراد. تمام. اللي هو خدنا فيه مركز سادس، وكان طبعا ده من اول المراكز اللي كنا حققها يعني. أنا بسأل حضرتك كده عشان أخد برضو إجابة لسؤال من رأي لاعب كبير زيك على المستوى، خلينا نقول على المستوى العالمي، خمسة كاس عالم، احترفت بباريس سان جيرمان على مستوى عالمي، هل يفرق المدرب المصري عن المدرب الأجنبي بالنسبة لكرة اليد؟ يعني إيه مميزات وإيه العيوب، أو أنت تفضل يكون مدرب مصري أو مدرب أجنبي؟ هو بص، انا اتمرنت كتير مع اجانب يعني من صغري، من 16 سنه بتمرن مع مدربين اجانب. يمكن بس هو المدرب الاجنبي كمنه هو بيخرج كتير، ويعني على المستوى العالمي بيجيب الجديد بتاع الهاندبول، ان هم على طول هناك بره اي حاجه بتظهر، اي تدريب، اي اسلوب، يعني ابديتنج على طول مع الوسائل اللعب الحديثه والتدريبات الحديثه. اتفضل. فهو ده اللي كان شويه بيميزهم. احنا كمدينا مدربين، عندنا مدربين كايلين مصريين يعني احنا عندنا الله يرحمه كابتن جمال شمس طبعا كاس عالم ناشئين، وكابتن عاصم السعداني برضه محقق كاس عالم، وعندنا دكتور كريم مراد، وعندنا يعني عندنا مدربين يعني كويسين جدا يعني، وكابتن طارق محروس، وكابتن مجدي ابو المجد يعني على مستوى الناشئين، مدربين كويسين جدا يعني. مدربين كويسين اكيد، بس هي عمليه اتفضل. النقطه هي بس المدرب الاجنبي شويه احنا هنا يعني كفكر اكتر يعني، مننا المدرب المصري ما بيخرجش كتير، ما بيروحش يعمل احتكاكات كبيره هناك، هو يعني هنا دلوقتي الطريقه لازم يقول لك مدرب المنتخب لازم يكون بيدرب نادي عشان يفضل على طول ان في على طول ان هو على طول زي اللعيب كده يعني زي ما بيقولوا كده رجليه في الملعب على طول. بالظبط مش مفيش حاجه اسمها مدرب منتخب ومدرب منتخب بس، لا لازم يكون مدرب منتخب ولازم يكون ماسك نادي. ده الطريقه الجديده اللي دلوقتي بيعملوها في اوروبا يعني. هو طبعا اعتقد ثقافه مختلفه شويه، لكن انا يعني هناقشك في نقطه واحده بالنسبه للمدرب المصري والمدرب الاجنبي. دايما بحس ان المدرب المصري عنده البيشن اكتر شويه، عنده انك بيبث فيك روح الوطنيه شويه، انك ممكن جدا يلعب على الجزئيه دي اكتر من الاجنبي شويه. نفس المنتاليتي ونفس العقليه بتاعتك، ويعني وفهمك ونفسي يعني بيعرف يدخل لك. بالظبط. يعرف يدخل اللعيب، يعرف يحمسه، يعرف يعني امتى يقول له كده، امتى لا، يعني يعرف يتعامل معاك. قاري دماغك. انما المدرب الاجنبي هو يعني طبعا برضه ثقافه ثانيه غير ثقافتنا. ده صحيح. وحته برضه الخواطر والمشاعر دي مش موجوده طبعا. نتمنى طبعا ان شاء الله زي ما بنتكلم على الكوادر المدربين المصريين ان هم ابديتنج بكل الوسائل الحديثه، ويبقى عندهم جزء من مميزات المدرب الاجنبي. ان انا شايف ان حتى على الجانب كره اليد جميع الالعاب لو
المدربين يهتموا شوية بالجزئية ديت والثقافة اللي يوصلوا لأعلى معدل من التدريب، أعتقد مش هيكون فوارق كبيرة، بالعكس احنا ممكن كمان على مستوى المدربين المصريين نتفوق بشكل كبير، لأن احنا زي ما حضرتك قلت عندنا العامل النفسي، عندنا عايشين من وسط البلد ديت، يعني نقدر نتحدى من الجزئية ديت. طبعا نشكرك يا كابتن سامح جدا، ونتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله دعواتك طبعا أنا أكيد ان حضرتك هتتابع البطوله بشكل كبير جدا، ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك ولمنتخبنا القومي باذن الله. شكرا ليك. من اللعيبه المميزين ولعب 5 كاس عالم وكلامه مهم جدا، ان احنا عندنا ان شاء الله عندنا لعيبه، وهو اتكلم على يعني صغيرين شويه في السن، لكن ان شاء الله عندهم الحافز. هو في ميكس يعني، هم في قدام يعني اصحاب خبره، وايضا في لعيبه اللي هم متصاعدين، وده كويس يعني. هو المنتخب طبعا بيقوده احمد الاحمر، طبعا نجم كره اليد المصريه، معاه بقى مجموعه برضو منهم يمكن 9 من النادي الاهلي، اسلام حسن، ابراهيم المصري، احمد خيري، عبد الرحمن فيصل، هو دايما النادي الاهلي، عمر ياسين، عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، ده احسن حارس في بطوله العالم للناشئين، واخد لقب يعني، وعمر الوكيل وعلي زين، بالإضافة طبعا للنجوم المعروفين كلهم، كريم هنداوي، ومجموعة يعني متميزة جدا. وأعتقد أنه برضو من المهم جدا يا كابتن أن احنا نقول أن البطولة دي لأول مرة تبقى 32 فريق، يبدو أن احنا قدرنا مع البطولات اللي بتزيد بالزبط. يعني احنا في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم كان 24 لأول مرة، صحيح، فاستضفناها، فكمان دي 32 لأول مرة، ده حقيقي. بالإضافة برضو ما ننساش حاجة، انها جاية في ظروف الكورونا، يعني على مستوى العالمي يعني برضو شيء جيد جدا انك تحاول انك تنظم القرعة دي بالشكل اللي احنا شفناه. ثانيا ان شاء الله ان البطولة كمان نفسها تتنظم وتنجح مع التوقعات بان ممكن يبقى في استمرار لفيروس كورونا يعني. ده حقيقي. طب نستعرض برضو مع حضرتك كده المجموعات، يعني المجموعات نستعرضها سريعا، لان برضو الناس تحب نحط الناس في الصورة من بدري شوية. ماشي. يعني طبعا منتخب مصر في المجموعة السابعة، واختار طبعا المجموعة السويد، مصر، تشيك، احد منتخبات امريكا الجنوبيه. المجموعات بقى الثانيه، المجموعه الاولى المانيا والمجر، اوروغواي والراس الاخضر اللي هي كاب فيردي، المجموعه الثانيه اسبانيا، تونس، البرازيل، بولندا، الثالثه كرواتيا، قطر، اليابان، انغولا، الرابعه الدنمارك، الارجنتين، البحرين، الكونغو الديمقراطيه، المجموعه الخامسه النرويج، النمسا، فرنسا، أحد منتخبات أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي، المجموعة السادسة البرتغال والجزائر، أيسلندا، المغرب، قلنا المجموعة السابعة اللي فيها مصر طبعا، المجموعة الثامنة سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، روسيا. يعني طبعا يعني العدد نفسه عدد كبير وبيضم كل المستويات، ده حقيقي. يعني انت عندك ده بيخدم بقى مصلحه، يعني بيخدم المسابقه، ولا في بعض الناس تقول لك لما يكون العدد قليل وفرق اقوى، يعني حضرتك شايف ان كل ما العدد ده بيخدم المسابقه نفسها، ولا يكون العدد اصغر شويه يكون الفائد هي ما اعتقدش انها بتفرق كتير، لانه انت المفروض ان انت هتتعامل مع البطوله على اساس الايه، المعطيات اللي موجوده. انت عندك 32 فريق متقسمين لمجموعات، انت بتحاول نمره واحد ان انت تحقق ترتيب كويس في مجموعتك ونتائج كويسه. دي برضو اثناء البطولات يا كابتن هاني بيحصل دفع ذاتي، يعني مزبوط. يعني انت كل ما بتحقق انتصارات كل ما مستواك بيتطور، يعني مع توالي المباريات يعني. ده حقيقي. وكمان سقف طموحك بيعلو، خاصه انت بالزبط. بتلعب على ارضك. احنا اعتقد افضل مركز خدناه كان المركز الرابع في بطولة العالم بالزبط. 2001 بالظبط. فده برضو من ال، وكان اعتقد وكان مركز مهم متقدم جدا طبعاً. ده كان طبعاً. يعني اول مرة فريق غير اوروبي بالظبط يوصل للمربع الذهبي. ومعنى ان انت توصل لده
معناه ان انت اشتغلت كتير عشان تعمله. صحيح. لان برضه كره اليد مش زي كره القدم، يعني كره القدم ممكن الصدف تلعب دورها. مظبوط. في كره اليد ما فيهاش هزار، بيبقى معروف انه دول ده انت بتلعب مع فريق مصنف رقم كذا. مظبوط. فبيبقى فرصه ان انت تحقق مفاجاه قدامه صعبه شويه. صعبة، وفي نفس الوقت انت بتتكلم على خلينا نتكلم بكل امانه المنتخبات على مستوى عالي جدا، يعني كره اليد كمان خلينا نتكلم ان في مستويات حتى المجموعه الاولى بتضم مصر ومجهود والسويد بتضم مجهود رهيب قوي كمان يا كابتن هاني في المباريات نفسها بتاع اليد. هي. مفيش وقت ضايع، يعني ما عندي ما يعني في لعبه صعبه تطلع بره الوقت يقف. لعبه صعبه ازاي كره القدم؟ لا طبعا لعبه صعبه جدا، ومفيش لعيب ممكن يختفي شويه، اللعيب اللي بيقع في المستوى بيبان على طول على الفريق، بيبان يعني الاداء نفسه بيختفي. ده حقيقي. وكنا كان معانا الاولاد ابطال النادي الاهلي في مواليد 2002، كنت بكلمهم برضو على الفتنس بتاع كره اليد مختلف تماما عن كره القدم. طبعا. والنقطه اللي انت بتقولها ان ممكن جدا خلينا اللعيب يريح شويه في الملعب، يعني انا لو بلعب ليبرو وفرقتي على طول بتهاجم طبعا. فعندي نفس بتشم نفسك. بالظبط. لا في كره اليد المقاييس بتاعتها، يعني انا فاكر رحت غطيت بطوله العالم للناشئين لكره اليد في الارجنتين. كان مشارك طبعا فيها مصر، ودي البطوله اللي بعد احنا ما كسبنا البطوله اللي هنا اللي هي كسبها كابتن جمال شمس، فكنا رايحين باعتبار ان احنا بندافع عن اللقب. لا تتخيل بقى المعايشه للمباريات نفسها، احنا كصحفيين بتخليك قريب قوي من مشاكل اللعبه ومميزاتها، يعني انت بتبقى متعايش، فانت عارف مثلا بتتوقع انك هتلعب النهارده مع منتخب معين، ما ينفعش ان انت تتوقع انك تكسبه، بتبقى انت داخل عارف وانت بتتفرج ان هو هيكسبك بفرق معين، بتلعب على الفرق بس شويه. بس هي بقى بتاخد منك وقت طويل وكبير جدا ومجهود كبير جدا على مدى فتره زمنيه ان انت مستواك يتحسن لدرجه مثلا انك تقدر تلعب قدام المانيا مثلا بشكل قوي. عشان كده هي لعبه صعبه ولكنها ايضا ممتعه، يعني بتقعد تتفرج عليها فعلا جميله، يعني لعبة ممتعة. إن شاء الله بكل التوفيق لمنتخبنا. أستأذن حضرتك نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل الحوار. اتفضل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أستاذ جمال، كنا نهينا بملف كرة اليد، وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا القومي لكرة اليد في كأس العالم. خلينا نروح بقى للدوري. الدوري اعتقد فيه بعض النتائج اللي مش هقول مفاجاه بقدر انها كان ليها توابع كتيره جدا جدا. الاسبوع ال 25 بيشهد بعض النتائج مش الغريبه لكن غير المتوقعه. خلينا نقول جدول الدوري بدا الى حد كبير، ممكن نتكلم على اربع خمس فرق ممكن يكون عندهم مشكله في الهبوط، ونتكلم كمان على الجزء التوب 5 او التوب 4 ده ما بنتكلم على الجدول الدوري العام. تمام. ايه شايف الاسبوع ال 25 ازاي؟ شوف طبعا هو زي ما حضرتك قلت ان هو في نتائج بدات ترسم الشكل اللي نقدر نتكلم فيه بمنتهى الوضوح. يعني انت عندك طبعا لسه النادي الاهلي هيلعب بكره ان شاء الله مع حرس الحدود، بس الاهلي احنا عارفين ان هو في مكانه لوحده، يعني زي ما بيقولوا بيغرد على القمة، بعيد قوي عن باقي الفرق. عندك بعد كده يمكن الهزيمة بيراميدز مباراتين متتاليتين دي بتفتح الفرصة قدام نادي الزمالك للمركز الثاني، اللي هو يعتبر في الوقت الحالي اعتقد ده الشغل اللي بيشتغل عليه نادي الزمالك. اكيد التارجت بتاعه اللي هو المركز الثاني، التارجت بتاعه يعني. عشان افريقيا في بعد كده عندك بيراميدز وعندك المقاولين العرب لسه ما لعبش. بيراميدز اتغلب النهارده الهزيمه الثانيه بعد هزيمته من الزمالك، اتغلب من الجونه 2-1، والحقيقه برضو الجونه قدم مباراه جيده جدا. النهارده كان في نتيجه طيبة أيضا للإنتاج الحربي، كسب 3-0
امبارح يمكن الاسبوع كان بادئ اسوان وسموحه 3-3، ده اللي هو تسبب في استقالة الكابتن حماده صدقي. وانا ما اعرفش ليه بصراحه، لانه بالظبط يعني انا سمعت كان الخبر غريب جدا بالزبط. لكن زي ما بقول لك، هو في بعض الماتشات في الاسبوع ال 24 وال 25 كان ليها توابع فنيه، يعني بعد هزيمه الاسماعيلي 4 بالزبط. من المقصه كان ماشي، لكن الاسماعيلي عنده مشكله حقيقيه ده يعني حقيقي يعني، لكن سموحه تعادل مع اسوان. لا، الاسماعيلي وضع مختلف، والمصري قبل كده صحيح وضع مختلف، لانه الفريقين دول فريقين جماهيريين وابتدت نتائجهم تتدهور بشكل كبير جدا، ويعني يعني بقى فيه خطوره يعني حقيقي. طبعا المصري النهارده تعادل 1-1 مع انبي الزمالك كسب طلائع الجيش فتقدم شويه او اكد نفسه في المركز الثاني. بالنسبه للهبوط، في فرق بقت فرق كبيره موجوده، يعني هناخدهم كده. طنطا اخر الفرق اللي موجوده تحت، يعني اخر ترتيب صحيح. عندك نادي مصر قبله، في المصري البورسعيدي او المصري يعني، وعندك كمان في فرق قريبه قوي، يعني الاسماعيلي في موقف خطر صحيح. رغم ان هو شكليا يبدو بعيد، انما الفرق 3 نقط 4 نقط، يعني برضو في موقف صعب. يعني انا بتكلم كمان يا استاذ جمال ان يعني لو شفنا جدول الدوري من بدايه عوده المسابقه لا، في فرق مثلا زي الجونه بدا تشتغل بشكل كويس قوي. الجونه دلوقتي بعد فوزها النهارده على بيراميدز، الجونه في المركز التاسع، انت بتتكلم كانت موجوده في المركز ال 13. عندك فرقه مثلا زي شويه طلائع الجيش بدا شويه يطلع لقدام رغم هزيمته النهارده. يعني وعلى فكره طلائع الجيش النهارده كمان لعب ماتش كويس قوي طلائع الجيش، ده حقيقي فعلا، يعني رغم الهزيمه انما واضح جدا انه في شغل. كابتن عبد الحميد بسيوني مزبوط. عامل شغل كويس قوي معاهم، وكمان يعني. المقصه برضو كان في فتره من الفترات كان في المركز ال 15 او 16، النهارده بتتكلم المقصه في المركز العاشر، في العاشر. ففي فرق، ولكن زي ما انت بتقول فرق كمان اسمائها كبيره جدا. المصري في المصري يمكن من اخطر المواقف، ممكن يعني يلحق نفسه شويه، لكن الامور في وجهه نظري هتبقى صعبه جدا على طنطا واف سي مصر. دول يمكن يعني الكره فيها كل حاجه، لكن ممكن لكن هم دول الاقرب حاليا شوية بالارقام، الاقرب لمساله الهبوط. وان كان زي ما حضرتك قلت احنا لسه قدامنا برضو مباريات، ما حدش عارف الظروف ايه يعني، وارد كل حاجه تحصل، انما هم اقرب يعني. طيب مباريات بكره ان شاء الله، في مباراه طبعا بكره النادي الاهلي طبعا هيلاعب حرس الحدود. بنتكلم على الاتحاد السكندري ان شاء الله بكره هيلاعب مصر المقصه، دي المباراه ان شاء الله الساعه 3:30 بدايه الاسبوع. والاسماعيلي مع نادي مصر، وادي دجله مع المقاولين العرب، وان شاء الله الساعه 8:30 حرس الحدود مع النادي الاهلي. شايف برضو المباريات الاربعه بكره ناخدها سريعا كده، مباراه الاتحاد يعني ومصر يعني كل المباريات طبعا يا كابتن دلوقتي نتائجها مهمه طبعا. يعني اي فريق النهارده يهمه ان هو ياخد الثلاث نقاط، يعني انت عندك الاتحاد السكندري حاليا في المركز، الاتحاد فوق في المركز الخامس، فهو عايز يحقق نتيجه كويسه برضو تساعده في انه يكون موجود يخش في المربع الكونفدراليه طبعا. فده مهم قوي يعني النتيجه بالنسبه له. بالنسبه لمصر المقصه، هي النتيجه لها اهميه اكبر، يعني هتبقى مباراه اعتقد انها مباراه يعني كاس يعني مباراه كؤوس يعني الاثنين، وخاصه عندهم الدوافع يعني بالظبط مع اختلاف الدوافع دي. الاسماعيلي طبعا ونادي مصر طبعا، الاسماعيلي زي ما احنا بنقول بيحتاج الى، مع احترامنا يعني النادي مصر طبعا، انما الاسماعيلي بيحتاج الى الفوز في هذه المباراه عشان يبتدي يخرج من يعني الازمه اللي هو فيها دي، مهمه قوي يعني. يعني محتاج فوز على المستوى الفني، فوز يزق شويه في جدول الدوري، وعلى المستوى المعنوي كمان طبعا اللعيبه ترجع لها الثقه طبعا. برضو الصراع بين وادي دجله والمقاولين العرب دي هتبقى مباراه حلوه جدا فنيا يعني، جدا، لان وادي دجله برضو عنده الدوافع اللي تخليه ان هو عاوز يكسب عشان يبعد.
في مواجهة فريق المقاولين العرب، أحد فرق المقدمة أو القمة، اللي هو بيحاول برضو أو بينافس على أنه يلعب على المركز الثاني. صحيح، مش هقول الثالث ولا لا، ده المركز الثاني بينافس عليه. المقاولين العرب مع طبعا مع النحاس عاملين شغل كويس قوي، وادي دجله كمان بالزبط. رغم هزيمته من النادي الاهلي لكن قدم مباراه محترمه. خلينا نتكلم برضو وادي دجله من الفرق اللي بتقدم كوره حلوه والنتائج بدات تتحسن، وممكن يبقى النتائج جايه بالنسبه له. يعني وادي دجله عودنا خلال السنين اللي فاتت ان هو ممكن يتعثر، يعني كان في موسم يكاد يكون هيهبط، ده يعني ده حقيقي، واخد بالك؟ ومع ذلك قدر ان هو يحسن وضعه في الجدول في المباريات الاخيره. احنا برضو بنتكلم من الحاجات المهمه جدا واللي شفناها في الفتره الاخيره، ان في مدربين ظهروا بمستوى اكتر من رائع. يعني لو بيتكلمنا مثلا على طلع الجيش، حميد بسيوني ماشي بشكل كويس، لكن نتكلم كمان على احمد كشري. احمد كشري من المدربين اللي عملوا شغل كويس جدا جدا مع نادي اسوان. نتيجه كويسه، لا طبعا نتيجه حلوه جدا، اسوان بيتعادل مع سموحه 3-3. بدا اسوان يبقى له يعني توجهات او انياب هجوميه، عاوز يعني مش مستسلم لانه هو خلاص ما عنديش فرص في البقاء. وعلى فكره ده المطلوب جدا يا كابتن هاني في الفتره اللي جايه، المباريات اللي جايه اللي متبقيه في الدوري ممكن تقلب من حال لحال. ده حقيقي، يعني ده حقيقي. اللي ياخدها جد يعني ممكن تفرق معاه جدا. نشوف الكابتن احمد كشري واخدها جد ولا لا. طبعا معانا كابتن احمد، ازيك حبيبي يا كابتن هاني؟ اخبارك يا حبيبي؟ وحشني وانت كمان وعلى صديقي. يعني ازيك يا كابتن كشري؟ ازيك حبيبي وحشني والله. كابتن كشري كان بيخاف من الطيارات جدا، ما هنجيله في السعوديه هنجيله دلوقتي بس والله رعبني، كان قاعد جنبي وانا قاعد اصلا مرعوب وهو راح ماسك فيا بس ما بيبانش الكلام ده في الملعب يعني. لا قلبه جامد، قلبك جامد في الملعب ما شاء الله يا احمد. يعني عامل حاله كويسه جدا، عايز اقول لك مبروك على الاداء اولا لان ده مهم جدا. عايز اقول لك مبروك على النتائج، وانت طبعا استلمت المهمه بعد طبعا استقاله الكابتن مجدي عبد العاطي اللي انا كمان في رايي قدم مردود رائع جدا في خلال مشوار نادي اسوان. لكن انت صحيح. كمان بتقدم او بتكمل مشوار الكابتن مجدي بشكل مختلف، بشخصيه مختلفه، باداء انا شايف انه اداء طبعا اداء قوي جدا. وطبعا اخرها مباراه سموحه النتيجه 3-3. فكابتن احمد انت شايف الدوري ازاي، وشايف حظوظ اسوان وان شاء الله في الوجود ماشيه ازاي في خلال الفتره اللي جايه؟ والله يا كابتن هاني طبعا الاول اشكرك على الكلام الجميل ده يعني انا دي حقيقه والله، دي حقيقه يعني. الله يخليك يا كابتن، الله يخليك يا نجم. والله الحمد لله، يعني انت عارف ان الدوري في مصر صعب جدا، محتاج امكانيات ومحتاج خبرات الفرق اللعيبه. فيمكن احنا كنادي اسوان نادي شعبي، نادي جماهيري وناس يعني محترمه جدا وبتشتغل برضه في حدود الامكانيات المتاحه بالنسبه لها. ففي مجموعه لعيبه كويسين الحمد لله معانا. يمكن الدور الاولاني انت بتبدا مع اي فرقه في بدايه الدور الاولاني بتبقى الامور اسهل شويه ان انت تعرف تجمع. طبعا ده صحيح، مفيش في ضغوطات على اللعيبه وعلى الفرق الكبيره. مظبوط، فاللي بيقدر يجمع الدور الاول بتفرق معاه. طبعا اسوان كانت ماشيه بشكل كويس في الدور الاولاني مع كابتن مجدي، اشكره طبعا. ويمكن الدور الثاني احنا بدانا بعد فتره كورونا، الفتره بتاعت اللي حصل فيها كورونا، يعني اللعيبه قعدت 4 شهور فبدا اللعيبه تبدا من الصفر ثاني. ومع ذلك بدانا بدايه كويسه جدا، جمعنا بنقط من اف سي مصر، كسبنا المقاولين العرب، بنتعادل مع انبي في انبي، بنتعادل مع الجيش في الجيش. ماتش سموحه بتاع امبارح انا كنت كسبان لحد الدقيقه 96، مش اول ماتش برضو لغايه الدقائق الاخيره تكون كسبان، يعني اعتقد في بعض المباريات انت كنت متقدم فيها لاخر دقائق. بيراميدز بالظبط، صحيح 81 صحيح. طبعا يعني كنت قريب، حلو قوي يعني طبعا، كان كنا قريبين من المكسب، وكان يعني في حاله تحكيميه يعني كانت ممكن ان هي ليا، يعني قالوا ان ليا ضربه جزاء لو اتحسبت كنت هيبقى 2-0. وفريقي بتقدم كره هجوميه، لما بتجيب في سموحه 3 جوان امبارح وتضيع حوالي 5 انفرادات امبارح، عاملين جيم كبير جدا. ويمكن زي ما انت شايف اتعادلنا امبارح يا كابتن هاني، يعني بضربه جزاء حصل عليها جدل كتير في الوسط الرياضي كله. ده حقيقي. واتطرد مني 2 لعيبه، يعني تخيل انت يعني 2 لعيبه ناقصين
وبيتحسب عليك ضربه جزاء في اخر المباراه. لا يعني احنا الحمد لله كنا الافضل في المباراه طبعا، مع احترام فرقه سموحه الفرقه المحترمه مجلسها مجلس ادارتها طبعا، كان معاها جهاز محترم الكابتن حماده صدقي طبعا كابتن الكبير طبعا، والحمد لله احنا ماشيين كويس جدا. لكن يعني الماتشات دي بتفرق يا كابتن، يعني انا امبارح لو كنت كسبت كنت اعدي ست مراكز، كنت اوصل للمركز الثامن. النقطه طبعا النقطه بتفرق طبعا بالظبط. فانا الامور الحمد لله قريبه، يعني احنا بيني وبين الفرق اللي فوقيه اربع خمس فرق، بيني وبينهم نقطه ونقطتين مظبوط، تحتيه فريق كبير زي النادي المصري وتحتيه انديه زي طنطا وانديه. لا الحمد لله ماشيين كويس جدا، واتمنى ان احنا نكمل عشان يعني نادي اسوان نادي يعني برضه نادي جماهيري، والصعيد واحنا نتمنى ان يبقى في فرقه دايما في الصعيد طبعا. لكن انا راضي على الفتره اللي فاتت دي، بس الفتره الجايه طبعا هتبقى اصعب كمان فتره تجميع النقط. واحنا يعني الحمد لله حتى المباريات اللي بنخسر فيها كابتن هاني يعني بنخسر بصعوبه، يعني لما لعبنا النادي الاهلي قدمنا مباراه كبيره جدا حقيقي. النادي الاهلي لحد بيها حاجه و80 1-0 وكنا بنهاجم مع بيراميدز نفس الحكايه، كنا كسبانين انبي في انبي لحد نهايه الشوط الاول وضعنا فرص وكسبنا المقاول العربي. يعني الحمد لله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وان شاء الله اسوان يبقى في الدوري الممتاز باذن الله. احنا نتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد، ودايما بنقول ان دايما احنا حابين الانديه الشعبيه زي اسوان وزي كل الانديه الشعبيه تكون متواجده في الدوري، وكمان نادي اسوان زي ما احنا بنقول من الانديه أندية البلد الجميل أسوان، إحنا بنحب أهل أسوان، وإن شاء الله بإذن الله بيك مع لعيبتك والجهاز الإداري والفني إن شاء الله تكونوا موجودين بإذن الله في الدوري المصري. لو أنا أعتقد لو بهذا المستوى إن شاء الله خلال يمكن الثمان أو تسع مباريات الباقية إن شاء الله يقدر. يكون أسوان يقدر زي ما أستاذ جمال بيقول لك يقدر فعلا. بس ما قلتلناش برضو على اللي هو كان بيحكي. لا لا ما هو يا كابتن عارف كنا في السعودية أيوه. والله يعني قعدت كنا قاعدين جنب بعض، فالمهم مطب هوا جامد جدا مرعب، لقيت الكابتن أحمد ماسك فيها واخدني معاه، قلت له لا بس هو قلب أسد برضو، سيبك من الطياره، لا ما الطياره في عنده فني كوره حاجه تاني يعني، نتمنى لك نجم كبير يعني بجد. خايف ايه رغم ان كنا رايحين نعمل عمره؟ ايوه ما الحمد لله كان هتبقى حلوه برضو لو حصل حاجه كنا رايحين نعمل العمره. ايوه صح الحمد لله كانت جايه في حاجه. لا ربنا يوفقك يا كابتن ان شاء الله باذن الله. الله يخليك انت محترم، الله يخليك ان انا كنت معاك ومع الله يخليك يا كابتن نجم مصر اللي شرفنا في الاحتراف. ربنا يخليك يا كابتن اوروبا، وانا من الناس اللي بحبهم جدا يعني كابتن هاني رمزي طبعا، يعني مثل لكل الاجيال كلنا بنحبه حبيبي حبيبي كابتن طبعا. يعني انا ما انساش يا كابتن هاني ما حضرت ماتش انا البارت بريمن كان بيلعب فرايبورغ، ويعني كنا بنتفرج عليه فريق الاهلي كنا معسكرين لاكل طبعا معسكر مظبوط. عايز اقول لك الاستاد كله كان بيقولوا يعني الناس كانوا بيحبوه، الاستاد كله بيتكلم على هاني، ولما شافونا قالوا لنا انتوا مين؟ قلنا لهم احنا فرقه الاهلي، قالوا لنا كل الاستاد جاي عشان هاني رمزي. يعني شرف لمصر حقيقه يعني والله العظيم. حبيبي يا كابتن ربنا يكرمك ومدرب كبير، وان شاء الله باذن اشوفك بقى في الانديه يا كابتن هاني. حبيبي يا كابتن كل التوفيق ليك ان شاء الله، وبالتوفيق ليك ولنادي اسوان. شكرا جزيلا كابتن احمد كشري. شكرا جزيلا. من المدربين الواعدين فعلا كابتن احمد زي وزي عبد الحميد بسيوني في مجدي عبد العاطي، من يعني دايما بنقول ندي فرص دول بقى الاجيال المفروض يعني ياخدوا فرصتهم. وانا مكسوف يعني اقول الجيل اللي جاي والشباب لانه يعني عنده هم يعني هم شباب يعني بالنسبه للتدريب في مصر في مصر يعني هم يعتبروا شباب جدا يعني. طب نتكلم الاهلي الاهلي والحرس بك، شايف المباراه ازاي؟ انا شايف المباراه النادي الاهلي هياخدها طبعا، يعني باعتبار ان النادي الاهلي دلوقتي هو طبعا يهمه المكسب باذن الله، لكن هو هيلعبها اعتقد باعصاب اهدى، ممكن مش هيطمن النادي الاهلي غير لما الدرع يبقى رسمي زي ما قلنا. مساله بقى الدفع بالولاد الصغيرين والناشئين اعتقد انها تبقى محسوبه، يعني اذا مثلا قدر الفريق ان هو يحقق الفوز مبكرا ممكن جدا ده يخلي مستر فايلر يبتدي يدي فرص لواحد او اتنين من الناشئين اللي موجودين في القايمه. عندنا ثلاث لعيبه موجودين يعني في ثلاثه تقريبا موجودين، فممكن يبتدي يدفع بيهم. وانا مع السياسه دي على فكره، لو حتى لو انت ضامن الدوري
انما انت محتاج ان انت تحسمه في الوقت ده. يعني عشان لو تبقى مباريات هتبقى هي دي الفرصه اللي انت بتجرب فيها فعلا. واعتقد برضو انه كل المباريات القويه اللي بيقدمها الاهلي هي بروفة. يعني ليه الاهلي بيسعى ان هو يقدم افضل العروض؟ لان هو بيعتبر كل المباريات دي بروفة لمباراه الوداد ان شاء الله. فطبيعي انا يعني مع التوجه ان المدير الفني يفضل محافظ على جديه اللاعبين في الاداء. يعني ما فيش حاجه اسمها الفرق بيني وبين التاني او التالت 20 نقطه او 18 او الكلام ده. لا، انت بتلعب زي ما قلنا لوحدك، يعني انت في مجالك، بس لازم تحسم الاول اللقب وبعد كده يبقى فيه بقى تجارب. صحيح. او امور جديده يعني. صحيح. دخول علي معلول للقائمه يمكن بعد غيابه بسبب يعني الايقاف للزار الثالث، شايف ممكن يغير في التشكيله شويه؟ شايف ان ممكن جدا النادي الاهلي يبقى فيه روتيشن لبعض اللعيبه شويه من خلال بوزيشن؟ يعني ايمن اشرف كان بيلعب باك شمال ممكن، وكان السرد باكين رامي وياسر. هو علي طبعا ممكن يحصل ده، بس هو علي معلول في مكانه اعتقد لما بيكون موجود بيفرق كتير جدا، وخاصه لو هو في حالته، واخد بالك؟ مساله بقى مين قلبين الدفاع، في اكثر من بديل عند فايلر، والاكثر من بديل دول لا يقلوا عن بعض. يعني طب انت من رايك ايمن كان بيلعب باك شمال، في جزء او اصل هو ايمن ده مكانه، اعتقد ده مكانه الاصلي اصلا. ايمن كان معايا يعني كان بقى باك شمال من زمان، بيلعب باك شمال يعني. لا، عودته تاني انت شايف انه ممكن جدا يرجع يعني التغييره تبقى ايمن يخش كسرد باك على حساب مثلا رامي او ياسر ابراهيم ويدخل علي معلول، او انت شايف ان ممكن جدا يقول لك لا طب انا اريح ايمن لانه كان لاعب مباراه لسه من يومين، اريحه ادخل معلول واحتفظ بالسرد باكين ويكون ايمن موجود معايا لو حصل حاجه يبقى هو البديل للسرد باكين؟ ممكن جدا يعني، ممكن ده يكون الاتجاه الافضل ان هو يريح ايمن ويلعب بياسر ابراهيم ورامي ربيعه. واخد بالك؟ لان هما كمان كانوا اعتقد المباراه اللي فاتت هما اللي موجودين مظبوط في المكان ده اللي بدأوا الماتش. فعلى فكره برضو تثبيت المركز ده مهم قوي يا كابتن، وانت يعني مظبوط بالذات استاذ انت استاذ راس المرمى سيرجي اصل باكين. لا يعني دول اساسيين جدا، يعني انا بتمنى دايما ان دول يبقوا ما يتغيروش، يعني لو ينفع ما يتغيروش، بياخدوا على بعض وبياخدوا على المكان ده. المكان ده اخطر من وجهه نظري، من اخطر مكان قبل حارس المرمى، لانه ده اللي منه للجول. يعني لو دول والله يعني في حتى لعيبه بتكون بتجيد اكثر، فلابد من الحفاظ عليهم في المكان ده، وخاصه المكانين دول يمكن انا لعبت فيه وعارف ان الكوميونيكيشن لازم يكون او العلاقه ما بين الاثنين دول، لانها بيبقى فيه بالزبط. كلام كتير ما بينهم بالزبط. يعني وممكن ما يتكلموش بس فاهمين، يبقى فاهمين ده لو قعدوا كتير فتره مع بعض اللي هو التفاهم. انه انت عارف اللي بيلعب جنبك ده هيعمل ايه لما انت تكون مظبوط قدام، خلاص، او لما هو بيرجع ازاي، بيتحرك ازاي. يعني التحركات دي كلها مهمه طبيعي ومن غير كلام. صحيح. يعني ولذلك لما بيبقى فيه تغيير في المركز ده كتير بيحصل ضربات بقى. صحيح. يعني صحيح. ده من وجهه نظري يعني. هو الاصابات شويه في الجزء ده كان كتير، لو اضطراريه بص اي حاجه اجباريه بسبب الاصابه طبعا. خلاص انت مضطر يعني. صحيح. انت مضطر تعمل ده. انا كل كلامي لو قادر في حاله لو انت قادر تثبت، حتى لو قادر تثبت الفريق كله، ما ده بيعمل تفاهم وانسجام طبيعي بين اللعيبه. طبيعي. يعني بص لاقي كل واحد عارف هو قبل ما بيمرر الكوره لحد التاني فاهمه. صحيح. فده مهم قوي انك بتغير في حدود ضيقه جدا. يعني ان شاء الله بتبقى مباراه مميزه بكره النادي الاهلي باذن الله. يعني خطوه ان شاء الله لحسن. انا بعتقد ان كل ثلاث نقط كل ما اللعيبه بتتاكد طبعا. خلي بالك في ظل ظروف الكورونا وفي ظل ظروف الضغوط والانتقادات والكلام والدوشه والتلميحات ايوه اللي هي اللي ملهاش اي لازمه. صحيح. صراحه يعني لانه هو انت يعني الاهلي ما بيتكلمش عن حد، يعني انا ما بشوفش الاهلي بصراحه
حتى لما بيكون في فرقه، لما بقول لك انا ممكن قلتها لك قبل كده، لما كان الاسماعيلي متقدم في الدوري ومستواه كويس جدا ما كانش حد بيتكلم عن الاسماعيلي، هو كويس هتقول عليه ايه؟ لكن مساله بقى التجريح انه ما حصل كذا فلازم اطلع عيب، طلع عيب يا استاذ جمال. انا مش عايز اتكلم، لا انا هقول لك حاجه بس قبل ما اختم مع حضرتك، مش عايز يعني انا هقول لك حاجه غريبه كنت شايفها خاصه الجول بقى اللي اتحسب في ماتش وادي دجله، اوفسايد مش اوفسايد، ويعني كل الناس والحكام اثبتوا ان في قانون والكره اوفسايد، تحس ان تقريبا كل البرامج جايبه الجون ده وبتزق الناس انها تقول ان الكره دي اوفسايد، يعني في تحاول ان في اتجاه انك بتزق يا جماعه خلاص اتعرضت وحكام انا مع احترامي بقى الزقه دي ليه يعني ده بتزق الناس ليه انها تقول مش برضو ده جزء اقول لك فيه بسرعه جدا، مساله ان الحكام نفسهم المحللين بيختلفوا، فانتوا الاثنين وانتوا بتتفرجوا على التلفزيون بتختلفوا، طب ما تسيبوا الحكم يعمل بقى اللي هو عايزه، يعني اذا كنا جبنا لكم الفار مش نافع، عملنا استوديوهات تحليليه مش نافع، بقول لك انا سمعت الاختلاف في التفسير يجنن يا استاذ جمال، كمان ما كانش فيه اختلاف واضح ان ثلاثة بيقولوا ده الاتحاد الدولي حكم في الاتحاد الدولي نفسه قال ان القرار جهاد جريشه قرار سليم مليون في المية بالظبط، فانت الفكره ان انا ما بقولش ده اوفسايد ولا لا، انا بشوف الفكره ان في زق من بعض البرامج ان بتزق الناس لحته لا يا جماعه ده اوفسايد، اوفسايد زي اذا كان الاتحاد الدولي والحكام الدوليين قال لك عشان كده بقى كابتن الجون سليم يعني. عشان كده كابتن هاني من هنا انا بقولها اهو، لازم نبطل التلكيك في كل لعبه، ما ينفعش نمسك والله العظيم هذا التحليل صحيح. هذا التحليل هيخلي انت عندك الفار، حد مقتنع بالفار؟ الفار فيه شويه طبعا مشاكل، مش شويه مشاكل، حتى لو في مشاكل ما احنا ده اللي بنقوله من الاول، اللي بنقوله من الاول انه الحكم خطا بشري ممكن يحصل ماشي، لو انت قعدت تركز عليه الحكم ده يغلط 20 مره بعد كده، واخد بالك، وبعدين مش هتقدر تطلع مباراه، هات لي مباراه واحده الاستوديو التحليلي مش هيعمل فقره تحكيميه، يعني انت عايز الاستوديو لا مع احترامي كل الحكام يعني الفقره التحكيميه، لا انا بتكلم ان كل يعني تقريبا معظم الناس اتكلمت ان الهدف قانون بيقول ان اللاعب اعاق ماشي. يبقى اللاعب مشترك يبقى الكره اوفسايد، الاتحاد الدولي نفسه قال كده، فانت ليه ايه الفكره انك تفضل تزق الناس لا ده جون صحيح، ده اللي بيعمل تحريض، ده اللي بيعمل تحريض على للأسف. على الوسط كله بيعمل تحريض واحتقان، كل المشاكل اللي احنا بنشوفها بسبب حاجات زي كده، احنا مع ان المساله مساله يعني بسيطه والنادي الاهلي باصص قدامه بالظبط، ما تقلقش على النادي الاهلي ان شاء الله، ما تقلقش على النادي الاهلي دايما باصص لقدام، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا استاذ جمال، فكره الفقره الثانيه خلصت ان شاء الله، الفقره اللي جايه نستنى الكابتن الكبير محمد حشيش. برحب بحضراتكم مره ثانيه والبيت الكبير، النهارده معانا واحد من أهم اللعيبة المخلصين من أبناء النادي الأهلي، هو الحقيقة أيضا من أهم من يعني لعب في مركز الليبرو، تألق وأبدع في هذا المركز، كمان هو من أوائل اللاعبين اللي يمكن غيروا مفهوم المدافع لأنه كان بيسجل أهداف بعد الاعتزال، لسه برضو يعني يمكن محفوظ بهذا اللمعان وهذا البريق مع أو لدى جماهير القلعة الحمراء، هو نجمنا المتميز كابتن محمد حشيش، اهلا بيك والبيت الكبير. اهلا سام، زكاني كابتني، الله يخليك، وحشني جدا يا كابتن، ربنا يخليك، سعيد انك تكون موجود معانا طبعا، انا مبسوط اني معاكم طبعا في البيت الكبير، اهلا بيك كابتن، منورنا، وطبعا شايف التألق، اشكرك، نقلت القناه نقله كبيره بالبرنامج بتاعكم هاني، طبعا انت انا عارف انك يعني مره واحده كده بس الناس اكتشفت فيك ان انت بدل ما يعني كنت لعيب جامد قوي ونجم كبير، كمان مذيع يعني قوي، ومعاك بقى النص الحلو الثاني اللي محلي البرنامج، فانتوا عاملين كابل يعني جميل يعني، اضفتوا كتير للقناه يعني، اشكرك كابتن طبعا، يعني حسن ظن الناس بجد، اكيد لا، سعداء لما نسمع من حضرتك ده كمان، لانك يعني واحد من البيت الكبير، ودايما البيت الكبير بيجمعنا كابتن، وان شاء الله باذن الله يعني تكون حلقه مميزه، وبنتكلم على كل حاجه حضرتك طبعاً.
مش غريب يعني. انا افتكر طبعا انا طلعت كان لسه عندي 17 سنه، كان حضرتك موجود وكنت مثل اعلى لعبت بدالي ولعبت بدال حضرتك ليا الشرف ان انا اكون موجود كده. لكن طبعا نشوف تقرير وبعد تمام. التقرير ان شاء الله نرجع ونكمل حوارنا مع حضرتك ان شاء الله. اتفضل. محمد حشيش أحد ركائز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمع اسمه في فترة الثمانينيات وسطر تاريخاً مع الفريق بحروف من ذهب. كانت أولى رحلاته مع الأهلي في إفريقيا عام 1981 لمواجهة فريق الأشغال الصومالي وسط حرب أهلية في الصومال، جعلت حشيش يطلق على المباراة الأصعب خلال مشواره مع الساحرة المستديرة. فضل محمد حشيش التواجد داخل جدران القلعة الحمراء في موسم 1982-1983 وهو غير مقيد بقائمة الفريق لكثرة لاعبي النادي الأهلي في نفس مركزه، وكاد أن يرحل عن الفريق في نهاية موسم 1983 لولا أن زيزو طلب منه اللعب مع المارد الأحمر في بداية موسم 1984 بسبب إصابة أحد اللاعبين بالفريق فوافق على الفور. تلقى نجم الأهلي السابق عرضاً للاحتراف في بريمن الألماني خلال مسيرته الكروية، إلا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، وجاء وقت الرحيل عن القلعة الحمراء لينضم محمد حشيش لصفوف نادي المقاولون العرب. وفي موسم 91-92 انتقل من صفوف المقاولون العرب إلى صفوف الملعب التونسي لمدة موسمين ليخوض حشيش تجربة الاحتراف الخارجي ويصبح أول لاعب مصري يحترف في دولة تونس الشقيقة بعد تألقه مع ذئاب الجبل في البطولة العربية بدبي والتي صعد وقتها الفريق إلى النهائي أمام أولمبيك البيضاوي المغربي. ونجح حشيش مع الملعب التونسي في الوصول لنهائي كأس تونس أمام الإفريقي التونسي، كما أنه قاد الفريق وقتها لتحقيق المركز الثالث بمسابقة الدوري بتونس في إنجاز كبير يحسب لنسر الأهلي محمد حشيش، وتجربة كانت في مجملها ناجحة. بعد تجربة الاحتراف التي خاضها قرر الاعتزال وفضل أن يسدل ستار نهاية مسيرته الكروية بعد أن حقق نجاحا لافتا. رجعنا مع حضراتكم ونجمنا طبعا الكابتن محمد حشيش ده سامع فيه بريمن كمان، ده انا لسه حاجه بريمن لمس معايا جدا دي كانت يعني مش عارف نبدا بيها ولا نتكلم على حاجه قبلها ولا خلينا طبعا هنتكلم نبدا بالمستجدات جداً جداً. نبدا بالمستجدات تمام. لانها كتيره جدا ويعني مباراه الاهلي يعني نبدا خلينا نتكلم على الاهلي بشكل عام مع في الفتره اللي فاتت. حضرتك من الناحيه الفنيه حضرتك لعيب كبير وتتكلم فني فيها، وشايف مباراه بكره مع الحرس ازاي؟ بص، هو النادي الاهلي انا اعتقد ان هو يعني مرحله التوقف دي اثرت عليه بشكل طبعا كبير. مستوى كان اعلى من كده قبل التوقف، كان في ثبات، كان مفيش الاصابات اللي حصلت كمان بعد صحيح. موضوع التوقف ده نتيجه طبعا انت لعيب ومدرب كبير وعارف التوقف أصلاً. وبعدين ترجع وضغط مباريات، ولسه اعتقد انها تظهر الـ يعني لا قدر الله بعض الاصابات برضو نتيجه اللي انت بتلعب كل يومين ماتش بالظبط وجاي من راحه وما عملتش فتره الاعداد المناسبه، حتى وان كان اللعيبه بتتمرن في البيت حاجه لوحدها، انما طبعا ما بيغنيش على الملعب طبعا يعني صحيح. مش حد مفيش لعيب لوحده يقدر يقرص على نفسه زي المدرب ما بيقرص عليه طبعا في الملعب صح. فالتاثير ده اثر طبعا على النادي الاهلي، وشايفين احنا عنده مشكلة كبيرة في تغيير التشكيل ما بين مباراة لمباراة اضطراري نتيجة للإصابات أو الإيقافات أو الإيقافات طبعا. الفترة اللي جاية أنا أتمنى خلال الفترة اللي جاية قبل مباراة إفريقيا أن يحصل ثبات شوية في التشكيل وثبات أكتر في الطريقة في الطريقة اللي المفروض أنه المدرب هيلعب فيها، ومش هنقول أن في حاجة دلوقتي، أنت عارف الكرة ما فيهاش أسرار دلوقتي،
كل حاجه باينه وكل حاجه معروفه، ويعني الامور غير زمان خالص، غير زمان خالص ما كانش حد بيعرف التاني بيعمل ايه. انما دلوقتي الحاجه بتتعرف في التو واللحظه زي ما بيقولوا. فلازم يركز على الشكل الاساسي، ثبت التشكيل، تثبيت التشكيل ده هيدي تجانس اكتر للفريق. الطريقه كمان عشان اللعيبه تبقى زي ما انت عارف مهمه قوي، ان في بعض الفترات في الملعب اللعيبه تكون حافظه صحيح حاجات معينه. انت ساعات انت بتبص على امياني زي ما احنا بنقول بالكوره، خلاص انت مش شايف بتاع الكوره، يبقى علي هنا هنا طلع مش عارف انا اوتوماتيك بستنى. يعني لازم يبقى في تجانس، وخصوصا في الجبهات المختلفه سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لان الاهلي طبعا يعني مصدر قوته هو الاطراف بتاعته صحيح. فلازم يبقى في ثبات. يمكن انا خدت على فايلر الماتش اللي فات انه ما بداش، بدا بايمن اشرف ناحيه الشمال، كان لازم يبدا ب الباك الشمال بتاعنا الاحتياطي. مين علي؟ مين مش علي معلول الاحتياطي، كان على كان موجود ايمن اشرف. مين؟ لا الباك الباك الشمال محمود وحيد. محمود وحيد كان لازم وحيد يبدا بيه، لان انت بتتكلم اشرف من كتر ما لعب مساك نسي الباك الشمال بقى دلوقتي، يعني مركز على الحته دي. ف وبعدين عنده الناحيه الدفاعيه، بس الناحيه الهجوميه يعني بيعملها على استحياء شويه. فانت لازم وحيد يلعب المباريات اللي وكان فرصه ان علي مش موجود يبدا بيه. هو كان ناهب مع محمود وحيد حتى المباراه اللي قبلها، كان بيلعب في الجزء القدامي شويه، فرجليه في الملعب بمعنى اصح. يعني انا اقصد ان هو لازم برضو يديه، لان تحسبا حاجه هان انت ممكن لا قدر الله تحصل حاجه المعلول صحيح. وارد صح، بتحصل لنا يوم ليله المباراه بالزبط. فلازم بالزبط يكون واحد جاهز صح. وخصوصا انت يعني الناحيه الشمال دي بالتحديد في النادي الاهلي هي اقوى ناحيه في الفريق كله، الاعتماد الاساسي في الهجوم بتاعك على علي معلول، فانت لازم تعمل البديل وتديله عشان ما يبقاش بعيد. زي ما قلت لك ثبات التشكيل مهم قوي خلال الفتره اللي جايه. الطريقه، لان انت لما بتلعب باتنين قدام غير ما بتلعب اتنين تلاتة واحد، يعني دي طريقة ودي لها وظائف ودي لها شكل ودي لها اللعيبة نفسها أدوارها بتختلف. فأنت لازم تبتدي بقى، أنت خلاص النهاردة بتتكلم على النهاردة ستة، داخلين على سبعة تسعة، الماتش خلاص قرب. فأنت لازم، وبعدين المفروض أن أنت عندك أريحية شوية، أن فارق النقاط يديك فرصة، فرق كبير، جاب كبيرة جدا، يعني تعمل اللي أنت عايزه، ما عندكش حاجة ملحة أن أنت تحت ضغط جامد النقطة والثلاثة بونت والكلام ده. أنت عندك فرصة، فرصة كبيرة انك تمرن وتدي للناس. واعتقد ان جمهور النادي الاهلي طمن على بشكل مبدئي على بطولة الدوري صحيح، بس الاهم منها بمراحل هي البطولة الافريقية اللي غايبة بقالها فترة كبيرة هنتكلم عنها ومهمة جدا بالنسبة للاهلاوي. الناس فارق معاها كتير قوي موضوع البطولة الافريقية اللي جاية، فانت عندك فترة انك يعني تجرب يعني بس طيب ده بالنسبة للاهلي تمام. بالنسبة لبكرة حرس تمام. الحدود المنافس غدا إن شاء الله. النهاردة بعد ما استؤنف الدوري بقيادة فنية جديدة تمام. طبعا بقيادة كابتن محمد حليم، هل شايف النهاردة أنه هو أصلا هو تقريبا فاز مباراة واحدة، اتعادل تمام. مع كل المباريات، شايف مستوى إزاي وشايف بكرة إزاي تحت قيادة كابتن حليم؟ شايف، ودي حاجة غريبة، معظم الفرق الصغيرة هي اللي مستواها اعلى بعد فتره التوقف. حاجه غريبه من النجوم يعني اسوان مثلا عامل مباريات جامده جدا، طلع الجيش، الجونه، الدجله، الجونه، حرس الحدود عامل مع حليم مباريات كويسه. انا ما ببصش النتيجه اكتر ما ببص الاداء، لان طالما في اداء كويس النتيجه هتيجي صح. انما لو في اداء مفكك وفي عدم ترابط في الفرقه يعني استحاله هيجي مكسب، انما لما يكون في اداء كويس وفي قوة في الأداء المكسب بيجي. فحرس الحدود عامل مباريات كويسة خلال الفترة، فارق عن كابتن طارق العشري؟ مش عايزين نقول فارق، ساعات الظروف ما بتخدمش مدرب. يعني في مدرب بيبقى ماشي مع فريق معين وبتحصل بعض الضربات للفريق خلاص لازم يغير،
لازم يغير يبدا حد تاني دم جديد، دايما الدم الجديد او المدرب الجديد، وخصوصا ان حليم ابن الحرس. يعني يعني له باع كبير وكان كابتن الفرقه لفترات كبيره جدا، وحافظ الفرقه وحافظ مشاكلها، وده كان بيبقى ساعات مهمه، دي مهمه جدا يعني، هو جوه اوضه اللبس بقى هو دي 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 حاجه مهمه جدا، المدرب يبقى ما يكونش بعيد مش قاعد على كرسي المدير الفني. أيوة. لا حليم في وسطهم، والسن يعني هو حليم مش كبير لسه يعني مبطل لسه مبطل سنتين. فقريب من اللعيبه، فاعتقد ان دي فرقه عندنا اللعيب المصري، والكابتن هاني عارف الكلام ده ومدرب كبير. الناحيه النفسيه مهمه جدا جدا، غير الاجانب دوريات، وهاني لعب في الدوريات الكتير اللي بره. كل لعيب مسؤول عن نفسه، هو اللي بيشد نفسه بيحفز نفسه وبيشحن نفسه كل حاجه، لو ما عملش الكلام ده محدش هيديله اي حاجه. انما هنا في مصر العامل النفسي مهم أساسي. جدا جدا جدا. وانا كنت شايف الحلقه بتاع طبعا المرحوم الكابتن جوهري، كابتن جوهري ثلاث ارباع اداءه وانا اتمرنت معاه طبعا كان نفسي من خلال النادي الاهلي، مع اللعيب وكان له حركه دايما يقول انا يجي مثلا واحد يعمل له كده يقول له ده ايه ده لعيب كوره ده حبيبي انه تخد شويه كرة. يعني تخد شويه اذا كنت فت ولا مش فت. ايوه انت فبصي درجه تركيزه كانت عامله ازاي نفسيا، انت بتلاقي المدرب بتاعك شايفك وقريب منك ومركز في تفاصيلك فحبه، ولو حبه هيعمل اي حاجه عشانه، حتى لو انا 40 50% مثلا في المستوى البدني او كده هطلع بالمستوى ده نتيجه للحب، وان انا مشحون كويس عشان اقدر انفذ يعني. صحيح. طيب يا كابتن هاخدك من الحته دي لجزئيه مختلفه شويه، حضرتك بتتكلم على زمان والمدربين، والكابتن جوهر الله يرحمه كان ليه يعني طريقه معينه في تعامل اللعيبه. سؤال ممكن الناس تقول مش مربوط بعض، لكن انت لعيب كبير ولعبت في الثمانينات السبعينات والثمانينات اوائل التسعينات، هل السوشيال ميديا بقت تعتبر نعمه ولا نقمه للاعب الكوره؟ نقمه لعيب الكوره، نقمه مش طبعا نعمه. طبعا احنا قبل كده الفتره انا كنت بلعب فيها برنامج رياضي واحد في الاسبوع، اسبوع الرياضي يوم الجمعه، المباراه اهلي اللي طرفها اهلي او زمالك هي اللي بتتذاع، بس التصوير كان من اخر الدنيا من فوق من الاستاد يعني، ما كانش انت عارف بعض المذيعين كانوا بيلخبطوا يقول لك يعني، انا كنت جايب لهم لقطه مثلا في كره ماتش اهلي وزمالك كابتن جويني تقريبا او حاجه مطلع كره هاني ملهاش حل، ملهاش حل. مين بقى؟ قال ضيا، برافو ضيا، طبعا ضيا فرحان طبعا، هو كتر خير الدنيا، يمكن لو هنا يجيبوها في ماتش اهلي وزمالك كانت عارف راجع بقى عشان اشوف بقى التصيد بقى والقصه دي ولا فاهم ازاي، قال لك هايله وطلعها ضياء ضياء طب وانا ايه؟ هو معذور لان التصوير من بعيد، وهو طبعا انت فاهم ازاي؟ جربت الكلام ده انا كمان لما رحت لعبت في المقاولين العرب، انت لعبت في اكبر شعبيه في مصر وفي الوطن العربي النادي الاهلي، وبتلعب مع المقاولين العرب اللي ما فيش اي حد بيشجعه. ايوه حتى يعني مش هقول لك الشركات يعني من انديه مش انديه جماهيريه مش عايز اقول لك مش حد بيشجع المقاولين الفتره اللي انا كنت فيها، وكانوا بيطلعوا الموظفين، مش تقليل من نادي المقاولين العرب طبعا، المقاولين يعني بيطلعوا الموظفين موظفين وجبه وفلوس وبتحسب لهم يوم بيفضلوا يشجعوا في النادي، اول ما الاهلي ينزل بيشجعوا الاهلي انت فاهم ازاي؟ فهي دي الحقيقه يعني. فكنت العب مباريات جامده جدا هاني مثلا المقاولين والمصري مثلا، كسر الدنيا وعامل ماتش يعني وكسبانين، تاني يوم في الجرايد فاز المقاولين على المصري 1-0، احرز الهدف نصر محمد علي حكم المباراه كذا، وانت ما احباط انت بيجيلك احباط في في الحاله طب ما تبقى السوشيال بس دي احسن بس دي احسن ايوه من انك انت بقى الناس على طول بتكلمك بقى، وناس على السوشيال ميديا مش عارف ايه، الماتشات بتزهق، الماتشات بتزهق هنا عارف يعني، انا شايف بتشغل اللعيب اكتر. بس يا فندم حضرتك دلوقتي ذكرت نقطه مهمه جدا، حضرتك يعني اجزمت بان هي خلاص نقمه يعني خلاص تمام. شيء سلبي تمام. بس لو كانت على ايام هي ممكن تكون سلاح ذو حدين، انا النهارده ممكن استخدمها جدا واتاثر بها جدا واحبط جدا، وممكن على العكس يعني بتسلط الضوء اهو على الانجازات وعلى اللخبطه اللي بتحصل. لا بالعكس وجهه نظري انها يعني على تتوقف على تستخدمها ازاي شخصيه اللاعب بالظبط كده، شخصيه اللاعب، لان شخصيه اللاعب هي اللي بتفرق يعني. ممكن جدا انا كلاعب يعني بيعجبني في الحته دي مثلا محمد صلاح، محمد صلاح خد الفتره الاولانيه بعيد خالص عن السوشيال ميديا، قافل السكوت خالص قافل الدنيا، وده شيء افاده
في جزء وقت معين لا بدا يطلع على السوشيال ميديا. صحيح. احنا على ايامنا وكابتن كنت عارف لو كان في سوشيال ميديا كان هيبقى الفوكس علينا اكتر شويه، كان ممكن الكابتن محمد حشيش يبقى في حته تانية لو طبعا. في تركيز لان قدراتك الفنيه كانت تاهلك وهيبقى في فوكس عليك. بالنسبه للعيب لا بتفرش شخصيته، ممكن جدا اللعيب ياخد السوشيال ميديا ديت ويخش في سكه تانية خالص. تبعده بقى عن التركيز وتبادل معاها بالظبط. يعني انا من رايي يمكن مخالف لراي حضرتك شويه. هي نعمه ونقمه في نفس الوقت. اللي هيستغل الكلام اللي احنا بنشوفه هاني اليومين دول يخليها نقمه بصراحه. انما لو رجعنا زي ما انت بتقول فعلا للصح، هي بتساعد يعني مين فينا مش عايز يتشهر ومين فينا مش عايز يتصيد زي ما نقول بلغه الكوره، والناس تتكلم عليه وتبقى صورته منتشره في الصفحات وافتح الاقي الماتش اقدر اجيبه في اي وقت على اليوتيوب، اقدر اجيبه كذا وكذا. بس زي ما انت بتقول يمكن عشان لو دخلنا بقى في موضوع مهم هو تغير الاخلاق. الزمن اللي احنا كنا فيه بقت مختلفه تماما عن دلوقتي تماما، حتى في الوسط الكروي. احنا اللي بنشوفه الاحداث الاخرانيه ما بين الانديه وبعضها، لا ده استحاله. زمان بقى ما فيش الحاجات دي خالص خالص. يعني العلاقه ما بين الماتشات اهلي والزمالك، الاهلي والزمالك الجمهورين قاعدين بعض، ما فيش فواصل بينهم وما فيش اي مشكله خالص. اقصى حاجه بعد الماتش كده يكلموا بعض يهزروا بتاع، انما في الشكل اللي حصل في اللي حصل مش عايزين يعني نذكر الموضوع ده اللي حصل من كام سنه في مثلا. لا لا مش عايزين نذكر الحاجات دي، لكن يعني في العلاقه ما بين الانديه كانت افضل مليون في الميه. بجميع الاحوال احنا كان اللعيبه بتوع الزمالك بيجوا لنا قبل ماتشات افريقيا عشان يعملوا نوع من الدعم، واحنا بنروح نفس القصه. وانا برضو لو في صوره موجوده معايا الله يرحمه ابراهيم يوسف جوه النادي الاهلي في استاد التتش وجاي وسلم عليا قبل ماتشات افريقيا، هي دي الروح اللي كانت موجوده، هو ده الحب اللي كان موجود. طب النهارده كابتن ما كانش فيه يعني تبادل الكلام ده بشكل كمان مبالغ فيه، وما بقاش فيه سقف للكلام ده. النهارده في تصيد للاخطاء خاصه من قبل يعني البعض، وحضرتك يعني يمكن تابعت مباراه وادي دجله والهليله اللي حصلت على الهدف بتاع وادي دجله اللي الحكم ما حسبوش وكذا، وقامت الدنيا ولم تقعد. يعني شفت الامر برضو ده ازاي؟ يعني تابعته ازاي؟ بصي هو في تربص للنادي الاهلي في اي حاجه. يعني الموضوع ده يعني انا مش شايف له معنى. جون اتحسب ما اتحسبش، يعني الماتش كله اساسا مش هيفرق مع النادي الاهلي في بطوله الدوري، الماتش كله على بعض، واخد بالك ازاي؟ الحكم حسب ده تقديره، الفار قال كذا، المش عارف ايه كذا، يعني الضجه اللي عملت. بس في ناس بتتصيد عشان لها اهداف تانية في دماغها، ان هي تقول ده مش عارف الاهلي واخد الدوري بالتحكيم، الاهلي مش عارف. هي دي النقطه يا كابتن، الفكره حتى اصل مش تصيد اخطاء اكتر من ان الهدف كان اوفسايد. وبعدين انا اول ما شفت الهدف قلت مش اوفسايد، وبعدين لما رجعت وكان في قانون بالزبط. ممكن الناس كتير ما تعرفش القانون دوت، ان تدخل اللاعب ان انا بمنع لاعب انه يوصل للكره يبقى هو مشارك تبقى اوفسايد. وجابوا حكم دولي من الفيفا، يعني صحيح. من الفيفا حكم صحيح. دولي على مستوى الفيفا قال لا الكره اوفسايد. صحيح. فالموضوع اتقفل على النقطه ديت. لكن انك زي ما حضرتك بتقول ان في موجه بقى بتزق ان لا يا جماعه لا ده ما كانش اوفسايد، لا يا جماعه فدي حصل اكتر من الموضوع ده في مباريات كثيره جدا في الدوري السنه دي، ومع المنافس حصل كذا وكذا. انما لا ازاي؟ ما هو لازم النادي الاهلي طالما حاجه زي كده يصطادوا يا سيدي 1-0 خليها الغي الجون ده يعني اقصد الامور ابسط من كده بكتير. ان هو ده اللي انا بقول لك هيرجعنا تاني للوسط. زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني خالص. هو زمان ما كانش فيه اخطاء للحكام، اكيد كان فيه اكيد، وعمرها ما تنتهي سواء زمان او دلوقتي او بعد كده مش هتنتهي. بس النفوس اللي تهدى شويه، النفوس اللي تهدى وطريقه هتاخدني لحته طريقه التعامل مع الخطا. الحكم كان ازاي زمان؟ يعني كان يتجرأ حد مثلا يطلع يقول لك اصل الحكم ده كذا، ده الحكم لا يعني يمكن. كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ لا 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 خالص. وما كانش فيه طبعا يعني ان حكم يطلع ويحصل تحليل لاداء، ما كانش فيه استديوهات حكام، ما كانش فيه استديوهات والكلام ده. فخلاص. وزي ما بقول لك كمان يعني موضوع الكاميرات كمان كان قليل قوي، فما كانش دوبك اتنين كاميرتين ثلاثه بالعافيه ومن فوق، فما كانش فيه الخط بالظبط بيجي يعني. فالدنيا كانت سهله. ممكن اللي قاعد بالصدفه على خط الكوره في الاستاد في الملعب هو اللي ياخد باله، انما غير كده محدش ياخد باله خالص. فالدنيا كانت بتمشي والامور كانت اسهل من كده. زي ما بقول لك الجماهير مع بعض كانت اسهل من كده، مفيش
الفتنة الكبيرة اللي موجودة واللي أنا عارف مين سببها طبعاً واللي بيشعل الدنيا والقصص والمواضيع دي الناس عارفة إن ما بقى فيش كمان سقف. دي نقطة مهمة. هي دي مهمة جداً جداً. إما هون أنت مفيش عارف مفيش حل يا كابتن حشيش، لو في رضع مفيش حل. مفيش حل لوقت الفتنة دي. أنا اللي شايف الفترة الأخيرة حل من عند ربنا. لا بجد. والله الحل من عند ربنا. مفيش حل. طبعا لان الموضوع زاد قوي والدنيا زادت والسقف زاد قوي ومفيش عقاب، موقف في الثاني في الثالث. فانا لو لقيت القصه كده انا بكمل عادي، ما انا عرض مستمر، عرض مستمر. فطبعا بس كابتن محمد انا يعني انت بتقولي في حل ومفيش حل، انا في اعتقادي الحل الوحيد للكلام دوت ان النادي الاهلي يفضل زي ما هو ماشي، ان العمليه تاني بيزقوك انك، انا متاكد مليون طبعًا. في المية انه بيحاول يخرجك بيشتتك غير التشتيت. عايز يجيبك هو في حتته، نفسه تيجي في الحته بتاعته بس، يبقى انت كده بقيت زي الموضوع خلص. عشان انت لو جيت في الحته بتاعته مش هتقدر عليه بالظبط، لان انت مش زيه في الحته دي. صحيح. استحاله ولا هتقدر ولا هتقبل على نفسك ولا حد هيقبل عليك ده مظبوط، انك تبقى زيه في الحته دي. هو عايز يسحبك، انما انت في الحته بتاعتك اللي هو مش قادر يوصل لها. وتفضل ماشي في الحته دي يعني، وتفضل ماشي لان هو مشكلته انت عمال تك وما بردش. بالظبط. تك وما بردش. طب اعمل له ايه ده؟ يا عملت معاه كل حاجه وشتمته وقلت ادبي وعملته وانا ما بردش. طب ازاي الراجل ده ما بردش؟ عشان انا مش سامعك، انت في حته بعيده، حته تحت بعيده خالص. الحته اللي قلتيها يا سهام ان ساعات في كومنتات بتيجي طب ردوا يا جماعه، ردوا اتكلموا ردوا. عمر النادي الاهلي ما يعمل. فين القناه؟ فين المركز الاعلاني؟ فين صفحات النادي الاهلي؟ عايز اسالك سؤال. اتفضل. البرنامج ده مش سهل قوي، انتوا معاكم هوا 3 ساعات من 10 لواحد. ده اللي احنا تطلعوا تقولوا اللي انتوا عايزينه، مفيش اسهل من الكلام زي بقيت كل اللي بيتكلم معلهوش جمارك. لا انت هتعرفي ولا هاني هيعرف، لان لا اخلاقك ولا اخلاقه ولا اخلاق المكان اللي انتوا بتنتسبوا ليه تسمح. استحاله. حتى الضيوف اللي موجوده واحنا ما بنعرفش نشتم، ما احنا لعيبه كوره وهاني عارف، ما فيش يعني قد لعيبه الكوره يعني. لا كابتن في تريقتهم وكذا وكذا وكذا، انما احنا مش هنوصل للمرحله دي، ما ينفعش نوصل. بعدين يا كابتن في توقيت وفي ظروف تخلي حضرتك ترد، لكن مش كل حاجة عمال على بطالة هنوقف عندها. انت يعني عارفة اكتر حاجة بتتعبني ايه بقى؟ ايه؟ انك كمان ما تقدرش المرض. الفترة الاخرانية او في اليومين اللي فاتوا دول ابتدوا برضو يعني ابتدوا يمسكوا حتة ده مش عارف ايه، ده تمثيل، ده اصل كذا، ده كذا. حتى المرض يا جماعة، حتى المرض، حتى في الاوقات يعني الصعبة الحرجة يعني، ده اي حد فينا معرض انه يتعب ويبقى مش قادر ويبقى كذا وكذا 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 وكذا. ما دي اللي حضرتك بتتكلم. انت عشان نفسك مريضه مظبوط، فبتحس الناس كلها زيك. انت فاهمه ازاي؟ للاسف يا كابتن برضو تاني بعيد، ويمكن باكد على الكلام اللي حضرتك قلته ده اللي قلناه من ساعه ما بدانا هنا في البيت الكبير. احنا ممكن جدا نرد، وسهل جدا جدا، ما فيش اسهل انك ترد بنفس الالفاظ ونفس الطريقه. لكن يعني متربيين في النادي الاهلي ومحدش يقول اصل ايه المثاليه الزياده ديت. لا خلي بالكوا، والكابتن محمد عارف القصه دي. طول ما انت ماشي في طريقك ممكن تتلخبط شويه، ممكن دي كوره، لكن طول ما انت ماشي في طريقك والنادي الاهلي في حته تانية ده مهم جدا. انت عارف هاني، اتفضل يا كابتن. انت عارف انا شغلي ماسك طبعا مدير تنفيذي اتحاد الكوره والمقر بتاعنا في شارع شواربي في وسط البلد. شارع شواربي ده زي اسره واحده يعني، انت عارف كده محدوده. فانا نازل وطبعا وكالعاده طبعا تقريبا كله اهلي، تقريبا يعني كله اهلي يعني زي معظم مصر يعني كلهم اهلي يعني. فكابتن محمد والنبي انت بتطلع القناه قول لهم الشتيمه ولازم يردوا، لازم يا جماعه ما ينفعش، مش استحاله هيردوا. احنا مش الاسلوب ده، احنا مش المدرسه دي، مع ان فيش مدرسه يعني. وبعدين مش معنى ان كل واحد عنده صفحه على فيسبوك او انستجرام او تويتر يطلع يقول اللي هو عايزه، حتى لو كان منتمي لاي من الاطراف. صحيح. انا النهارده بشتغل في قناه النادي الاهلي، هل يحق لي ان انا عماله على بطال انزل تصريحات على لساني لمجرد ان انا منتميه للكيان ده؟ لا مش ده خالص المعنى. احنا عندنا اعلام محترم، بنرد من خلال الشاشه، بنرد من خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي،
مش أي واحد عنده حساب يتكلم، ومش أي حد يبدي رأيه، لأن هي دي المسألة اللي غرقتنا كلنا أو بتغرقنا كلنا. فإحنا بنمشي وفقا لمبادئ رولز، في حاجة اسمها مدونة السلوك المهني، في حاجة اسمها شرف المهنة. فأنا في حاجات كبيرة، لا دي حاجات كبيرة، لا حاجات يا أستاذ يا كابتن محمد مرتبطة بالإعلام. بصي هقولك، دي حاجة مرتبطة بالإعلام. أنا عارف، أنا بهزر طبعا يعني، وده جزء من ده جزء من شغلي. بصي، إن أنا مش هطلع إن أنا كل حاجة عمالة على بطال. بصي يا سام، أقعد أشتم وأجيب أسماء. اللي بيوصل للمرحلة دي ما بيبصش للكلام اللي أنت بتقوليه. يبص يا اللي حبيبي، اللي يبص. بيوصل للمرحلة دي هقول لك على حاجة. قناة النادي الأهلي برامجها كلها بما فيها طبعا البرنامج الكبير بتاعكم، عمرهم ما اتكلموا على الطرف الثاني. الناحية الثانية ما بيتكلموش على النادي بتاعهم، هم بيتكلموا على النادي الأهلي. عليك، لأن النادي الأهلي غني بالأحداث والناس عايزة توصل له، فهو ده اللي لازم يتكلم عليه. مع ان في احداث تانية يعني، هو ده اللي عايز يتكلم عليه وما عندوش حاجه يتكلم عليها. انا في رايي، انا في رايي برضو، عشان انا كمان من رايي الشخصي ان احنا كمان نبدا نتكلم على الموضوع ده، ده ممكن هو يفرح بالكلام ده. فخلينا دايما احنا بنحط النقط والحروف، احنا بنخاطب جماهير النادي الاهلي اللي عاشقه كان النادي الاهلي وعارفه مبادئ النادي الاهلي اللي اتربينا كلنا عليه. انت عارف يعني لا خلاص انا كنت عايز نطلع من الحته دي، انا بس هقول حته صغيره. هو بيمسك كل حاجه انت بتقولها، شعار انت بتاخده بيقعد يخبط فيه. الاهلي فوق الجميع، ايه الاهلي فوق الجميع؟ نادي البطولات، ايه نادي البطولات؟ ايه المش يعني انت فاهم؟ بص بص، هو الكونسبت بتاعه ايه في الاتجاه؟ هو بيرد بس على القصه دي، انما مفيش محتوى عنده وتاريخ حافل بالبطولات. واحنا لو قعدنا انا وانت نتكلم وسهام على بطولات النادي الاهلي وعلى مش هنخلص، مش هنخلص. طب انا ابدا بقى كلمني على بطولات النادي الاهلي انت وانتوا يعني. لا وبعدين في بس نقطه بس يا كابتن هاني عشان بس نختمها، مش معنى الكلام ان انت تبقى حيادي، ما حدش طلب منك ان انت تبقى حيادي، دافع عن جمهورك ودافع عن ناديك ودافع عن الرمز اللي انت بتنتمي اليه، لكن خليك في نفسك يعني، خليك في نفسك ومالكش دعوه بينا، مالكش دعوه. نخش يا كابتن على ذكريات حضرتك مع طبعا النادي الاهلي، وحضرتك طبعا بطولات كتيره ومريت بحاجات كتيره جدا جدا، كلمنا يعني. بص انا يعني بدايتي طبعا في النادي الاهلي من مدرسه الكوره طبعا، الجيل بقى بتاعي طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب وسام عباس، الشله دي يعني. وكان في النادي الاهلي في حاجه كويسه قوي ايامينا في الاشبال يعني، كان كل فرقه هاني يقول لك الاربعه خمسه دول بعد خمس سنين درجه اولى، شايفينهم من بدري. فرقه مثلا ال 16 الأربعة دول مش عارف مين ومين ومين طالعين، ال 18 خالد جد الله وكذا وكذا، وفعلا ده اللي بيحصل. عشان كده يعني يمكن أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا وهي قطاع الناشئين، يعني ده أهم من بطولاتي بقى، وأهم مش مهم أنا بطولاتي ومش مهم الحاجات اللي أنا خدتها، بس قطاع الناشئين في النادي الأهلي ده كنز كبير، لازم على الأقل يغني النادي الأهلي عن الصفقات اللي بيجيبها. مش ده اللي الأهلي بيعمله دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي بس. لازم ما اقدرش احكم الا لما اشوف اثر. انت فاهم؟ مش تجربه يعني، مش هيحصل في يوم ولا اتنين. ده عايز على الاقل 5 سنين مشوار يعني، مشوار. لا انا قصدي الخطوه بدانا فيها، بقينا نتحرك حطينا رجلينا، بدانا فيها. بس بدانا فيها متاخر. كان المفروض ده من زمان. من احنا الميزه هنا في القناه ان احنا بنتكلم ايه، ننقد لو في حاجه غلط بنقولها، بنتكلم الصح والغلط. انا ده عشان مجالي ومسؤول عن مسابقات القاهرة كلها بالبراعم بالناشئين، وعلى مدار يمكن أنا في المنطقة دلوقتي بقى لي 8 سنين، فعارف الوضع عامل إزاي. نادي الأهلي زمان وهاني عارف، نادي الأهلي كل البطولات واخدها، شايل كل البطولات يعني، كل البطولات واخدها. أي فرقة بتيجي أو بنروح لها كنا لما بنتعادل بره بنرجع معيطين، ده أسلوبنا وحياتنا بطولات. فلما النادي الأهلي خلال الفترات من يعني 10 سنين و 12 سنة و 8 سنين ان الاهلي يبقى ياخد بطوله، واصل البطولات الثانيه ام بي، واصل ما ينفعش النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هاني عنده فرز اول. ما عدم قطع كلام حضرتك مهم جدا البطولات، لكن انت عارف لو الجماهير شايفه مثلا ما بنكسبش بطولات على مستوى القطاع الناشئين، لكن في اربعه خمسه هو ده الاهم، يعني هو ده الاهم عشان ما يبقاش الهدف البطوله. وانا عايز اكمل ليه، لان انا يعني المؤشرات برضو بتبان. ما هو انت لو واخد بطوله يبقى عندك لعيبه كويسه، انما لو مش واخد بطوله مفيش لعيبه.
انا معاك ان ممكن تبقى ايكوال مع فرقه وفرقه تيجي في الاخر الماتش تاخد البطوله، بس ابقى عندي اربعه هاني رمزي صح يلعبوا الفرقه الكبيره. النادي الاهلي بيعمل استثمارات جامده جدا وفلوس بتدفع في لعيبه كتير قوي من بره، كان ممكن الكلام ده حقيقي لعيبه النادي الاهلي هي اللي تستفاد من ناشئين النادي الاهلي، هم النادي الاهلي بقى يجيب حاجه بقى اللي هي يا سام ما حصلتش حاجه سوبر حاجه اللي هو بص بقى ومفيش حاجه اسمها اجي اصل بس لسه عايز تجانس مع الفرقه. انا عارف ان الكلام تجانس والكلام ده لعيب الكره لعيب حتى الناشئ، انا مش مؤمن بان الناشئ اصله لسه واصله لسه بيتحسس المش عارف ايه. احنا طلعنا في وسط معمعه صح، انا لما طلعت اتخضيت. مين بقى يا كابتن طلعت ازاي وكان قدامك مين؟ طلعت يا كابتن مع الاشغال الصومالي يعني بتقول انت كنت بتاكله يوسفي وبتاكله مش عارف ايه بدون القاب يعني اكرامي ثابت الله يرحمه مصطفى يونس ربيع ياسين انا لعبت خلي بالك مع شطه ولعبت والله والكابتن فتحي مبروك نص الملعب كان مجدي عبد الغني وكان محمد عامر وكان مختار وكان طبعا كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده ده يعني اسماء تخض كلها انا يعني كنت بتفرج عليهم فجاه بقى معاهم في اوضه اللبس وبنقلع مع بعض وبنلبس مع بعض وبننزل انا طلعت سنه 80 كان هيديكوتي يعني بياخدني كده في ماتشات وانا يمكن قبل 80 كان 79 بياخدني في ماتشات وديه كده وانا 17 سنه 17 طلعت لعبت بقى مع كالوتشاي اول ما جه كان سنه 80 ممكن في صوره يا ريت يجيبوها الصوره دي انت هتتخضم الصوره دي مع كالوتشاي نفسي يجيبوها لا مع كابتن خطيب وكابتن زيزو وكابتن فتحي مبروك صورة جامدة جدا يا ريت بس جماعة يجيبوها لنا يعني. وتقريبا اتعرض ده في التقرير يا كابتن محمد الصور دي أسماء كلها اسماء انت وطاهر الشيخ وصفات يعني وانت قد كده بتلعب معاهم وبلعب ولو بصيت بصه غلط بطلع اني بنفسي مفيش حاجه اسمها اصلا انا خايف ومش خايف لعيب الكوره هو لعيب كوره اللعيب الصح اللي هو موهبه فعلا لا بيطلع يبان على طول بيفرد نفسه على طول على طول يا هاني بيبان من اول ماتش الاجيال مختلفه يا كابتن محمد انت فاهم انا مختلفة. لما طلعت كان القانون وقتها انك لما تلعب خمس ماتشات فوق ما ينفعش تنزل فرقتك خلاص ما تلعبش فرقتك انت مزبوط. فاهم ازاي أنا... فطلعت لعبت لدرجه ان انا ما كنتش عارف العب في فرقتي خلاص فابتديت مكمل معاهم رحت يعني انا لاعب اول مباراه في اول بطوله افريقيه النادي الاهلي ياخدها اول دور اللي هو الاجيال الصومالي انت فاهم ازاي في 82 81 82 وكان في حرب اهليه في الصومال كمان ساعتها وما كانش فيه اكل عملت ماتش كويس ومش خايف وبلعب يعني انت فاهم ازاي طبعا بعد كده البطولات بقى انا خدت بطولتين ابطال دوري وثلاثه ابطال كاس يعني خمس بطولات طبعا بطولات دوري بقى وبطولات الفتره دي كان الاهلي انت عارف يعني على طول ماشي كل حاجه شيخ طه اخر مثلا فتره واخد معاه دوري وكاس وبطوله افريقيا اللي احتفظنا بيها مدى الحياه فدي كانت اخر حاجه مشيت بقى انا عايز اتكلم في حته يعني عايز بس اقولها كده سريع لو طبعا لا لا طبعا معاك عايز اتكلم عن حته الانتماء احنا طبعا في المرحله غير مرحله قديمه خالص يعني الاخلاق اتغيرت والظروف اتغيرت والدنيا اتغيرت والفلوس كترت قوي وبقينا في احتراف فالقصه يعني ايه مش عايز الناس تعتب على اللعيب اللي بيبص للماده والكلام ده انا بتكلم بصراحه ووضوح تمام يعتبوا عليه بس في حاجه واحده وهو الاسلوب بتاعه يعني لازم اللعيب يبقى واضح وصريح اللي اتعامل بيه من البدايه بالظبط يبقى واضح وصريح يا جماعه انا مع النادي الاهلي الا اذا جالي عرض اكتر سواء في مصر او بره واضح وصريح ما انت كده كده هيحصل بس لما تعملها وانت صريح حقيقي مظبوط ما حدش هيكلمك ده حقيقي مالوش ما فيش حد له عندك حاجه ده قلنا لان احنا في احتراف الحته دي لو هنتكلم عن الانتماء بقى انا سنه لما طلعت بقول لك 81 82 لعبت دوري ممتاز السنه اللي بعدها ويمكن اتقالت في التقرير بس عايز اوضحها السنه اللي بعدها النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي اجتمع بينا وقال لنا يا جماعه اللعيبه كتيره قوي واللعيبه كلها مميزه فانا يعني في بعض اللعيبه مش هقدر ايدها انا كنت من ضمنهم بس انا بعرض عليكم عرض ان انتوا تستنوا الموسم ده معانا بدون قيد وانا السنه الجايه خلاص هتتايدوا يعني تتمرنوا مع الفرقه طول السنه انت مش مقيد بس موجود بتتمرن وتلعب ماتشات وديه وكده وكل حاجه بس انت الرسمي لا الرسمي لا والسنه الجايه هتتايد طبعا كل اللعيبه بلا استثناء جريت
انت عارف اللعيب اللي بيبقى خارج من النادي الاهلي ده حتى نادي الزمالك بيبقى عايزه باي طريقه. مزبوط. انا اللعيب الوحيد ودي طبعا مذكوره في السجلات يا كابتن محمد اللي انت انا مش رايح حته خالص واحد حبا في النادي الاهلي. وانت عارف يا هاني ان انا وقتها لما بتلعب اللعيب اللي كان بيلعب درجه اولى وبيلعب عدد من الماتشات لو عايز يروح اي حته تانية سهل قوي، سهل جدا جدا يروح خارج من النادي الاهلي اي حد يخطفه وفعلا تقدم له عروض كتيره بس جواز سفر لاي مكان وكان على وقتها الفلوس اللي تقدمت بالنسبه ده بتعتبر ده يعني مبالغ. جيت مع بدايه السنه اللي هي 83 بقى 84 التأييد بقى يعني التأييد بقى يا جماعه فين اللي انا سنه يعني معلش اصل مش هنقدر. دي اول تكه النادي الاهلي عملها معايا. بس طبعا بص النادي الاهلي ده كيان كبير قوي، النادي الاهلي ده عشق في الدم. انا عضو في النادي مع والدي ووالدتي من الستينات ما شاء الله ساكن قدام النادي الاهلي عاملين لي الناحيه الثانيه. انا بص على النادي الاهلي ده بالعين، كنت بعد الكوبري وانا صغير كده اروح على النادي عايش في النادي هو النادي انت فاهم ازاي. فمحدش طبعا هيزايد على اني اهلاوي ولا اصل نص نص ولا كلام من ده. ادي اول تكه من النادي الاهلي. بعد كده رحت جالي عرض من الاسماعيلي 8000 جنيه مبلغ سنه 83 رحت خلاص النادي الاهلي مش طب هبطل كوره ده انا 83 ده ما كملش 21 سنه 20 سنه تقريبا انت فاهم ازاي. رحت لعبت في مع الاسماعيلي 3 شهور فتره اعداد ولعبت كان في حاجه اسمها الدوره الصيفيه كانت الدوره الصيفيه في اسكندريه طبعا. ومع بدايه اول ماتش بين في الدوري العام اهلي واسماعيلي اسماعيلي اسماعيلي وزمالك في الاسماعيليه عامل ازاي؟ طبعا جالي تليفون كابتن زيزو احنا عايزينك ترجع يا كابتن ده انا بكره هلعب يا نهار ابيض بكره هلعب. كان مصطفى يونس ايده اتكسرت في ماتش كده وبتاع اوكي عملت موقف طبعا يعني لو بتوع الاسماعيليه عارفينه وحافظينه ان انا سبت حاجاتي وكنا المعسكر وقتها في الاسماعيليه في المدرجات ورا المدرجات ويقفلوا على اللعيبه عشان عارف انت عارف لعيبه الاسماعيلي ساعات تخرج تعمل بتاع. انا عملت حيله كده مع الراجل الغفير ونزلت وقلت له اتمشى في الملعب عشان بطني واكل نطيت من فوق السور ورجعت مصر ورجعت القاهره. الصبح انا في الاسكو كابتن شحت الله يرحمه ايه يا جماعه حد عمل فيها ضربه وحد عمل زعله وبتاع قلت خلاص انا بطل كوره يعني. وفعلا كلمت مع المهندس صلاح حسب الله وقلت له انا يعني خلاص خدت الاستغناء. الاسبوع اللي بعده بلعب في النادي الاهلي الاهلي والاتحاد استاد القاهره. كملت كل السنين دي بقى 83 84 84 85 85 86 86 87 اخر سنه عندي 25 سنه ما كملتهمش. الماتشات كلها اكتر نسبه مشاركه انا واخدين دوري وكاس وافريقيا وكله ده لاعب النهائيات وكل حاجه. اجتمعوا بيا الجهاز اللي كان موجود وقبل يعني اجتماع الفرقه النهارده مثلا بكره اجتمعوا بينا لوحدي النهارده قالوا لي احنا معلش لجنه الفنيه اجتمعت ومش عايزينك. ليه يا جماعه مش عايزيني انا نسبه في اصابه طب التقرير بتاع الشيخ طه طب كذا كذا ده كده بعد كام موسم يا كابتن؟ بعد كده تقريبا 5 6 ولا حاجه تمام وعندي 25 سنه ما مفيش اصابه ومفيش حاجه ومفيش غير يعني انت عارف كانت الفتره دي يعني. طب ايه اللي حصل هو كده ومش عارف ايه عرفت لاحقا يعني ان في بعض الاشخاص ما كانوش حابيني انا شخصيا يعني فمشيت من النادي الاهلي بدون اي حاجه خالص. فدي تاني تكه من النادي الاهلي ليا. رحت لعبت في قطر شويه رحت ايامها مع منصور مفتاح كابتن قطر الريان القطري فرقه جامده جدا الريان ده من اقوى الفرق موجوده لعبت هناك شويه ورجعت على المقاولين العرب. هقول لك بمناسبه بريمن دي بقى يعني عشان بس سريعه دي التجربه يعني. اللي انا كان عارف دي انا قلتها كده في التقرير ما كنتش اعرف ان جالك بعد يعني جالك عرض بعد ما مشيت من النادي كنت بروح العب مع فرقه الشمس. فرقه الشمس عندنا في النادي عندنا في النادي في ظهر المدرجات كانت لسه الملاعب ومفيش صاله مغطاه ومفيش الكلام ده وكان فيها اللواء محمود حلمي الله يرحمه وبياخد فرقه والدكتور حسن مصطفى بتاع كره اليد. فانا مكسر الدنيا بقى وصغير ويعني الجمهور ينزل انت مشوك ليه وبتاع والحركات الدكتور حسن قال لي ممكن تيجي لي الشركه بتاعتي بكره. رحت اوكي قال لي يا ابني انت انا مش عارف النادي سابك ليه انت في حاجه انت متخانق مع حد ولا قلت له خلاص يا كابتن ما هم يعني اراء يعني بالزبط. وبصراحه كابتن طارق سليم الله يرحمه ما بيحبنيش هو اللي قال ده مش عايز يعني والكابتن انور برضو نفس القصه ويعني
يعني الاراء اتجمعت يعني خلاص اراء فنيه ما هتعملي ايه بالظبط وجهات نظريه. فالدكتور حسن قال لي تحب تلعب في المانيا؟ قلت له لا طبعا العب في المانيا. هو صاحبه وحبيبه اسريا حتى اوتر هاجل. فعلا ده اول مره اعرف. هو انت عارف كان عنده كان توكيل عربيات تقريبا او توكيل ماركه المانيه فانا مش عايز يعني انت فاهم ازاي. فقعدت جنبه كلم لقيته بيضرب تليفون بيتكلم بالالماني وبتاع وراح قافل. قال لي دي مراته وهو مش موجود وشويه هيكلمني. المهم شويه وكلمه وانا قاعد برضه. فقال له انا عندي لعيب في اكبر نادي في مصر وولد كويس ما كملش 25 سنه وانا اضمنه لك. قال له خليه يجي لي هدربه شهر مع الفرقه. لو لقيته على مستوى الفرقه هيبقى موجود. ما كانش انا هوديه اي نادي في المانيا بمعرفتي يعني. وعرفت من الدكتور حسن ان هو يعني اوتر هاجل ده عمده المانيا كان وقتها. لا ما هو اوتر هاجل ده تعرف المدرب بتاعك اعظم المدربين هناك موجود طبعا. انا بيني وبينك والله هاني يعني بقيت ايه عارف انت برضه اتخبطت خبطه من النادي الاهلي جامده فخارج فاقد الثقه. انا معقول هروح العب؟ وكان المفهوم بتاعنا وقتها بتاع الاحتراف مش موجود. ما كانش موجود حد يطلع مش موجود هطلع كمان مش يعني مش بلد عربي انا رايح المانيا واقعد لوحدي ومعقول انا العب في بريمن؟ طلعت التاشيره وبقيت كل شويه ايه انا فاكر كانت تذكره الطياره كانت جمعه وحد اجي اقول ايه طب اجل للاسبوع اللي بعد ليه لا اجل لغايه ما جت المقاولين كلموني كان عندهم اخر ماتش في الدور الاولاني النادي الاهلي وانا عايز العب ضد النادي الاهلي بقى. قالوا لي قلت لهم ليا شرط واحد بس اخد الاستغناء في جيبي ان انا اكمل معاكم بقيه الدور الثاني والكاس وابقى حر خلاص مش عايز فلوس على اساس ان انا عيني برضو على النادي الاهلي تاني. بتفكر ان النادي الاهلي هترجع تاني العودة. المفارقه الاخيره بقى اللي عشان بس ما اقعدش يعني ارغي كتير يعني لا ولا. بعد ما لعبت في المقاولين وعملت معاهم ماتشات كبيره جدا تجدد لا مش هجدد تجدد لا مش قلت الجهاز هيتغير في النادي وممكن يحصل حاجه وارجع تاني ما اتغيرش. اول ما مضيت معاهم بقى على طول مين اللي مسك النادي الاهلي؟ مين؟ بايتسا. فايتسا الالماني فحديث لي طب قبل بقى نخش على فايتسا كنت رحت على بريمن من قبليها مثلا نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن محمد عجيب. الفاصل كان كابتن محمد حشيش بيحكي عن رحلة الانتماء رحلة الانتماء مع النادي الأهلي من وهو يعني صغير في السن لحد هذه اللحظة اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها. قبل الفاصل توقفنا عند بريمن الألماني تجربة الاحتراف لم تكتمل. بعد كده فايتس كان صحيح مدير الفني للناشئين دخل بيه كأس العالم في 81 والحكاية وقفت لحد هنا. كنا بنلعب في المجموع كاس عالم طبعا اول منتخب مصر الناشئين ياخد كاس افريقيا تمام. بموجب الكاس ده دخلنا كاس عالم ناشئين استراليا 81 فروحنا كنا في المجموعه بتاعت اسبانيا والمانيا والمكسيك ومصر. عملنا نتائج طبعا حلوه قوي. اول ماتش الافتتاح كان احنا واسبانيا 2-2 وفرقة اسبانيا كبيره. تاني مباراه كانت مع المانيا وكسبنا المانيا 2-1 أيوة. الفريق الوحيد اللي كسب المانيا اللي هي خدت البطوله بعد كده وكان المدرب بتاعهم بايتس. بعد كده رحنا لعبنا في بلد ثانيه المكسيك 3-3 وكان يمكن اصعب الماتشات المكسيك ده. ورحنا لعبنا انجلترا طبعا اثناء وضعنا هناك كان في الحادثه بتاع طبعا اغتيال رئيس الراحل انور السادات وكانت مأثره طبعا على مصر كلها مش علينا احنا بس ودي يعني هزت المعنويات. لعبنا مع انجلترا في دور الثمانية كنا كسبين الشوط الاولاني 2-0 اتغلبنا 4-2 وخرجنا. رحنا بعد كده طلعنا على دورة الصين خدنا بطولة الصين كان فيها برضو مصر وامريكا واستراليا والصين اربع فرق خدنا البطولة. عملنا انجاز يعني الحقيقة كبير. فعشان كده انا لما فايتس جه كنت انا واخد احسن لعيب في المجموعة وكان المذيع اللي كان في المباراة جنرال الدفاع المصري ومش عارفه علقت الظاهر معاه واسم حشيش غريب فعلق معاه فهو يعني سال بيسال يعني ما يعني الاسم علق يعني فقالوا لا ده كان هنا ومشي يعني فانا قلت وقتها لو انا استنيت شويه ما مضيتش للمقاولين كان ممكن يتجدد الموضوع شويه وكان خدت فرصتي. لان انا كان مشكلتي مع النادي لما قالوا لي جابوني قبل ما فتره الاعداد تبدا وكان في مدرب اجنبي جايب اسمه باتلر انجليزي تقريبا باتلر كنت عايز اخد فرصتي. طب اديني فرصتي انا الراجل يعني انا الراجل مفنش الدوري ولاعب اكتر نسبه مشاركه في وسط اللعيبه كلها
ومفيش اصابات ومفيش اي حاجه، اديني فرصه مع المدرب وخلي المدرب اللي جاي يحكم. ده ما ينفعش يمشي، ده كذا كذا. ده اللي زعلني طبعا. يعني اللي انا عايز اقوله لك اكمل الجزئيه دي، ان دي تاني تكه من النادي الاهلي اتعملت. عمري ما فكرت على مدار حياتي كلها لغايه النهارده ان انا اطلع اقول تصريح غلط في النادي الاهلي او اقول كذا او ان انا اتمنى النادي. بالعكس، الاشخاص بتروح وتيجي، النادي الاهلي قائم، كيان كبير، النادي الاهلي كبير باسمه وبطولاته وبجمهوره. صحيح. اللعيبه بتتغير. صحيح. هاني فين دلوقتي؟ انا فين؟ الكابتن الخطيب فين؟ الناس اللي دلوقتي يعني، انما اللي مستمر هي شعبيه النادي الاهلي وبطولاته. فما ينفعش حد يطلع يخبط في النادي الاهلي، سواء ان انا عمري ما اشتغلت في النادي الاهلي على فكره. يعني عمري يا هاني من بعد ما خلصت. عندك خبرات على مستوى القطاع الناشئين، وعندي تأهيل يعني، واخد دورات في الاداره ودورات في التدريب قد كده، واصله لافريقيا على حتى المراكز المصريه، على المراكز يعني عندي خبرات كتيره. عمري ما طلبت من النادي الاهلي حاجه، بل بالعكس انا بخدم النادي الاهلي في اي مكان. طبعا بخدمه في حدود المعقول، في حدود طبعًا شغلي. طبعًا. انما بتمنى للنادي الاهلي الخير في كل حاجه بدون غرض. ما ينفعش ابقى شغال في النادي اشكر في النادي، بره النادي الكلام اللي بيحصل برضو من بعض الناس دي برضو حاجه يعني مش تمام. هو ده بقى، هو ده الانتماء ولا مش ده الانتماء؟ لا ده هاني. صحيح، هو بيختلف فرق الناس وفرق الشخصيات ومعنى الانتماء. في ناس بتاخد الانتماء اللي هو الانتماء ان انا النادي الاهلي منتمي ليه، لكن لو جات لي حاجه تانية ماشي، الظروف مختلفه. هقول لك على واحده تك حته صغيره اخيره بقى عشان بس نخلص الجزئيه كده. ثلاث تكات. انا بعد ما سبت النادي الاهلي قبل ما اسافر قطر، انا قاعد في البيت فلقيت الحارس بتاع العماره بيقول لي في واحد عايزك يا كابتن تحت معاه عربيه كذا. مين ده يا عم؟ قال لك المهم نزلت لقيته مين، وده هيرزق يعني الله يشفيه دلوقتي يعني، كابتن عازم مجاهد. عازم مجاهد ربنا يشفيه هو المدام بتاعته يعني. المهم ايه يا كابتن عزمي، كابتن محمد احنا كذا وعايزينك نادي الزمالك. قلت له صعبه يا كابتن عزمي. قال لي انت احنا بس تعالى بس اقعد مع الناس. و طب مين عايز يقعد معايا؟ قال لي كابتن حمد امام الله يرحمه. قلت له انا ليا رجاء مش هدخل نادي الزمالك، لو هقابله هقابله بره. وفعلا رحت قابلت كابتن حماده في بوتيكات نادي الزمالك في المكتب بتاعه. يا كابتن وتيجي واحنا وعايزينك ومحتاجينك، وكان لسه الزمالك مغلوب 5-0 من كوتوكو والحته دي القلب مفيش، كان لسه اشرف قاسم بيلعب نص ملعب مفيش ليبرو، ما كانش عنده ابراهيم يوسف كان في قطر وكان ركبته وكان كده يعني. هتدخل دلوقتي للاستاذ حسن ابو الفتوح واديك شيك ب 50,000 جنيه، 50,000 جنيه دي 87 دي يعني رقم كوارث. قلت له تسيبني افكر شويه. ثلاث اربع ايام جالي تاني يا، قال لي طب تعالى بقى المره دي قابل الكابتن عصام بهيج الله يرحمه كان لسه. قلت له برضه بره نادي الزمالك. انا كل ده وانا مش عارف ان انا يعني مش هينفع. رحت كابتن عصام قال لي احنا محتاجك في الحته دي وانت لعيب كويس وانت كذا وتظبط ايد ايد ايد. ما قدرتش يا هاني، يعني ما قدرتش. حضرتك بتحكي عن 50,000 جنيه. الفلوس بتاع الاسماعيلي 8,000 جنيه سنه 83. لما رجعت النادي الاهلي على فكره انا اللي دافعهم من جيبي، النادي الاهلي ما دفعش تعريفه. هو ده اللي انا بحكيه، ده صوره حياه من الانتماء يا جماعه ولا ده مش ثلاث مواقف يعني بيدللوا على فكره الانتماء الحقيقي. لان انا يعني مش عارفه، ما بقتش قادره يعني الكلمه دي بقت بتضايق وتضايق الجمهور. بس ابن خلي النادي بالك. خلي بالك لا في ناس لسه مش اي حد دي. يقال عليه كده طبعا كتير على فكره. في إيه كتير كتن؟ لسه واحنا كان معانا سعد السمير كابتن محمد، واحنا كان معانا سعد السمير كان بيتكلم ازاي. بص بص عندنا امثله حق هو تتوقف تاني على شخصيه اللعيب. وانا مش مع مثلا يقول لك يعني، انا بتكلم بكل امانه، مش معنى ان اللعيب بيطلب حقه ان اللعيب دوت غير منتمي او اللعيب ده نمرود. بالعكس، لكن لما بتطلب حقك بشكل مباشر وواضح صريح انا ما عنديش مشكله. ده احنا ده 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 احتراف طبعا. خلينا نتكلم طبعا. ده اكل عيشه ماشي طبعا. فانت بتتكلم في جزئيه ولا مانع، وحتى سعد قالها مش اللعيب مش مطالب انه يمضي على بياض. ده لا مش لا مطالب طبعا. لكن طبعا. ترجع لشخصيه اللعيب، انت قادر تعمل كده يبقى كويس قوي حلو قوي. خلي بالك النادي الاهلي ما بينساش الكلام ده طبعا. النادي الاهلي ما بينساش الكلام خالص ده خالص. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه انك انت عالم احتراف، انت كل واحد لعيب طبيعي يدور على مصلحته، لكن اللي بيشوف ان مصلحته
تكون خارج النادي الاهلي ده خسران على اللونج ران، ده خسران على المدى البعيد. المشكله الاخيره في امثله كتير يا كابتن محمد. المشكله الاخيره ايه؟ انك ما ينفعش تلعب مع النادي اللي رباك. تلعب بمعنى ايه؟ مش تلعب كوره. انا لا لا انا عارف انا تراوغ. عارف انا عارف لازم تبقى واضح وصريح والناس كلها تبقى على الصراحه دايما والوضوح، يعني الناس على طول بتوصل لقلب الناس. ما هو ده ممكن نقف هنا لانه الانتماء ده هو اللي بيوصل لقلوب الجماهير وبتصدقه. تمام، خلينا نشوف بقى الجماهير قالت ايه عن كابتن محمد حشيش. ربنا يستر. كل خير. كابتن حشيش واحد من النجوم الخلوقين اللي اتعلمنا منهم حاجات كتيره في النادي قبل الكوره. كابتن محمد حشيش كان من اللعيبه الجميله خارج الملعب وداخل الملعب، واللعيب اللي بيحافظ على نفسه ده خارج الملعب بيقدر يؤدي احسن في الملعب. مدافع كويس جدا وحاجه كبيره يعني، وتشرف مصر والنادي الاهلي وحاجه كويسه جدا يعني. كابتن محمد حشيش من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، وده بيفكرنا بقى بابن النادي او الانتماء. ازاي كابتن محمد حشيش قاعد في النادي الاهلي، وازاي كابتن محمد حشيش كان بيدي ثقه لخط الظهر كله في النادي الاهلي. من المدافعين اللي هو احنا بنفتخر بيهم، لان هو كان يعني من الزمن الجميل اللي احنا بنحبه، الدفاع الحلو اللي احنا كنا بنحبه، اللي هو ما فيهوش اذى ما فيهوش حاجه، لكن هو راجل اخلاقه عاليه جدا ومحترم جدا واحنا بنحبه جدا يعني. انا اقول له ربنا يوفقك في حياتك كلها وتبقى قدوه للاجيال اللي جايه كلها ان شاء الله. الكابتن محمد حشيش من الناس بصراحه السرد باكات المؤثره جدا في النادي الاهلي، اللي احنا الايام دي لو انت تاخد بالك اللي احنا بنفتقد منها اجيال كتيره قوي. المركز ده بيبقى على طول يعني صعب جدا تلاقي منه وفره، تمام يعني لازم تقعد تدور عليهم. زي دي بتقوم فرقه، السرد باك ده الاخر واحد ده بيقوم فرقه زي ما انت شايف كده في ليفربول وفي كل الفرق. فهو بصراحه كان من الناس المؤثرين جدا وخسرناه، يا ريت كان كمل لغايه دلوقتي والله كان ممكن نفعنا يعني. فعلا كابتن محمد حشيش كان من النجوم النادي الاهلي في الفتره اللي هي اللي كان بيلعب فيها، واعتقد ان هو كان من الناس الملتزمه في الملعب وبره الملعب، فكان بسم الله ما شاء الله يعني لعيب متكامل يعني. طبعا الكابتن محمد حشيش نجم كبير، وكان الحقيقه بيلعب في مركز مهم جدا، مركز مساك، وكان ساعات بيلعب في خط النص، ولعيب كويس، وكان عنده اهم حاجه انه دايما بيتوقع كويس، الاكسبكتيشن بتاعه كان عالي جدا، وكان عنده كوميتمنت في الملعب، يعني كان بيلتزم بالدور اللي بيكلفه بيه المدرب. اقول له ربنا يديك الصحه وطولة العمر، وانت عملت لنا حاجات حلوه في النادي الاهلي ورفعت شأن النادي الاهلي يعني. كابتن محمد انت عرقت كمان من يعني عارف لما بتحس ان حد بيتكلم عليك كويس بتبقى فرحان جدا وسعيد، وصدقني مش كلام تلفزيونات اعلام يعني ولا كلام حاجه، فعلا اتأثرت بالكلام ده، اول مره اسمع الكلام ده، لان يعني عارف لما حد من بعيد بيقول لك الكلام ده بتبقى سعيد، وبتحس ان انت يعني عملت حاجه كده بسيطه يعني، يعني عملت حتى خربشت كده في تاريخ النادي الاهلي حاجه كده يعني كويسه يعني الناس فاكراك. وانا مبطل بقالي كتير يعني انا بالتحديد في النادي الاهلي مبطل من 87 بتتكلم في يعني بتتكلم 33 سنه مثلا، فمحد يتكلم عليك كده ويكون فاكرك بحاجه كويسه. والحاجه اللي تهمني كمان اكتر من الملعب انه يعني في ناس الحمد لله اجمعت ان بره الملعب كمان، ودي الحاجه اللي هماني واللي انا اساسيه في حياتي والله يعني في الشغل بتاعي، بحاول اخدم اي حد من غير يعني انا بسعى، والناس عارفه الكلام ده كتير، بسعى ان انا اخدم الناس. كابتن محمد الحوار ده ان شاء الله ليه جزء تاني ان شاء الله، لان احنا ما اتكلمناش في كل حاجه يعني، تقريبا في كلام كتير قوي ما اتكلمناش فيه، ولسه قطاع الناشئين حضرتك عندك برضو في كلام كتير لازم نتكلم فيها، مشاكل حقيقيه وحاجات هتفيد القطاع عندنا. احنا فتحنا الملف ده يا كابتن، ومهم جدا حضرتك بالخبرات ديت وكنت موجود وعشت، فنستفيد بحضرتك في حاجه فيها. نقطه مهمه كمان سريعه، انا معاصر
رؤساء القطاعات في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، فعارف ده ايه وده كان ينقصه ايه وده كذا وده كذا وده كذا. عندنا مضيف فني دلوقتي جديد، فممكن نعمل ان شاء الله حاجه لصالح النادي ولصالح عامه القطاع الناشئين في مصر كلها ان شاء الله. طيب احنا بس عايزين نقول حاجه للجمهور، احنا في برنامج البيت الكبير بعد كل ماتش بيكون في مسابقه زي ما حضراتكم اتعودتوا. في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك كان عندنا فايزين من صفحه القناه، قناه النادي الاهلي، ومن صفحه احمد تي. فاللي حصل ان في واحده من المتسابقات على صفحه احمد تي كانت مجاوبه اجابه بعد ما المباراه انتهت، ما كانتش قبل. طبعا المباراه ليها شروط، من اهمها ان حضرتك او حضرتك تتوقعوا نتيجه المباراه قبل ما المباراه تتلعب. فاللي حصل انه البنت جاوبت الاجابه بعد ما المباراه انتهت، وده الحقيقه اللي خلى اداره القناه واداره طبعا الشركه شركه احمد تي تاخد بالها من هذا الموضوع. فاحنا نظرا للشفافيه هنعمل النهارده، هنعيد تاني على حضراتكم اسم فائز واحد، متسابق واحد هنعلن عنه من خلال الشاشه الكبيره دي، ومشرفنا طبعا كابتن محمد حشيش اللي هيختار هذا الاسم، اسم المتسابق اللي كسب. زي سكوتر كانت الاجابه على سكوتر. يعني انا موجود انا خلاص. فنهارده الاختيار ده هيكون من على صفحه احمد. اتفضل يا كابتن، هيبقى في اختيار. اتفضل يا كابتن. اول ستوب ولا بس بعد ما يكون في سكرول دلوقتي. اتفضل يا كابتن. طول في اي وقت. ستوب. اختار يا كابتن. في فوق احمد. امير ولا احمد؟ قدامنا امير واحمد. امير والاثنين جاوبوا صح يعني. انتوا كده هتزعلوا مني اللي مش هختاره. لا عادي اختار اي حد. انت ولا تعرف ده ولا عايز تعمل سكرول تاني ونعمل ستوب زي ما انت عايز. لا يعني خليها بقى احمد عشان احمد محمود الخطيب. ماشي احمد محمود تمشي. الخطيب. فيعني ما ينفعش ما يكسبش يعني. خلاص يبقى الفايز معانا احمد محمود الخطيب. ده لازم يعني. احمد محمود مبروك عليه السكوتر، وزي ما بقول لكم دايما يعني خلينا بنوعدكم بحاجات كتير جدا ان شاء الله الفترات اللي جايه، وعلى مستوى المسابقات، على مستوى النتائج ان شاء الله يكون في جوائز كتير. نور مبروك لاحمد، وهارد لك لي طبعا السيده اللي شاركت لكن كانت بعد نتيجه المباراه. بنشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. انا بشكركم جدا محمد جدا بجد يعني نورتنا. هاني انت وحشتي، وطبعا انت عارف انا بحبك قد ايه. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. وفعلا يعني معجب بالاداء اللي انت عامله في القناه انت وسهام، وبقول لها كل سنه طيبه لان انا جيت في يوم عيد ميلادها. كل سنه طيبه. مش عايز اعرف كام طبعا، مش مشكله، بس يعني لا لولك بعد الحلقه ما تخلص. لا لا عادي طبعا. نورتنا كابتن، مش اي مشاكل. نورتنا وشرفتنا كابتن. على وعد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دي كانت حلقه البيت الكبير ليوم الاثنين. بكرة إن شاء الله بيتجدد اللقاء مع البيت الكبير من 10 لـ1. تصبحوا على خير.